نضل جعانين بالنهار ونضل دائما هايدريتد وعندنا ترطيب لبشرتنا لشعرنا لجسمنا من جوا، يعني كل شيء ككل تيبس. ورح نكمل كمان شوي من الكالوريز والكاونتينج كالوريز اللي كنا عم نحكي فيه هذيك الجمعه، رح نكمل فيه بهيدي الجمعه كمان لانه ما لحقنا نخلص وقت الموضوع. كثير مهم الموضوع هيك بنهيئ جسمنا كمان وصحتنا لنستقبل هالشهر المبارك. فضيلة بنروح لعندك يا كارول، شو رح يكون موضوعنا لليوم؟ هاي اليوم رح نحكي عن موضوع كمان كيف خلال فصل الصيف وخلال الصوم كيف نخلي البشرة رطبة بالخلايا الجزيعية والنيو كامرز بعالم التجميل اللي رح يساعدونا، وفي شيء نازل جديد بواسطة سبراي بيرجع بخلي البشرة تترطب على خلال النهار بدون ما يخليها تجف. اكيد كل الاغراض اكيد بشهر رمضان كل الاغراض رح نجيبهم معنا ونفرجيهم للمشاهدين. رح نتابع هالتو سيجمنتس معكم اذا الله راد بسيء حلقتنا، ورح نبلش جولتنا مع الاخبار من حول العالم. وانا خبريه مميزه جدا لطيران الامارات، وقعت شركة طيران الإمارات اتفاق حصلت بموجبه على حقوق ارتباط اسمها بأكبر معلم معماري بالمملكة المتحدة خارج العاصمة لندن ليصبح اسم أعلى مبنى بمدينة بورتسماوث برج طيران الإمارات اللي بيوصل إلى ارتفاع 170 متر. ويتضمن الاتفاق الجديد ظهور علامة تجارية لطيران الإمارات باللون الأحمر ستغلف البرج لمدة 5 سنوات وذلك مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني. وأعلن رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك ورئيس مجلس مدينة بورتسماوث المستشارة دونا جون عن إبرام الاتفاق على ارتفاع 105 أمتار. وقال كلارك بيسعدنا أن نكون أول راع لأبرز معلم عمراني ببورتسماوث، وتجسد هالرعاية أهمية سوق المملكة المتحدة إذ نشغل 16 رحلة يوميا ونساهم سنويا ب 2.1 بليون جنيه استرليني بالناتج الإجمالي المحلي. ومن زوايا سرورنا أن نوفر الدعم لمجلس المدينة اللي راح يستثمر أموال الرعاية بمشاريع لخدمة المجتمع. وبتشتهر مدينة بورتسماوث بتراثها وتاريخها البحري، وصمم برج طيران الإمارات على شكل شراع تدفعه الرياح مثل ما عم نشوف بهالصور. إنجاز جديد لطيران الإمارات، هيدا فخر بالفعل للعالم العربي، بذكرنا شوي ببرج العرب. صحيح، وبالليل نفس الإضاءة البيربل يلي بيضويها برج العرب، عاملين تقريبا نفس ستايل. كمان احنا بتونس يقولوا منها حاجه ومنها حويجه، يعني عصفورين بحجره بنفس الوقت، هيك الامارات تكون استفادت ومدينه بورتسماوث كمان بتكون دعمت وعملت استثمار لإلها. صح. من هالخبر بنروح لعندك يا هدى. شو هيك تذكرت لعند كارول بس تذكرت انه لعندي الخبر. بدي اخذكم على العاصمه الليبيه طرابلس ولمهرجان الفروسيه اللي كل سنه يقام بهالفتره، شعاره لهذه السنه لمه فرسان ليبيا اللي هو الامل تبعوله هو توحيد صف الليبيين ونبذ العنف والانقسام اللي بيعصف بلادهم. بيشارك بهذا المهرجان هالعام نحو 3000 فارس جاءوا من مختلف مناطق البلاد من ليبيا وكانوا مرتدين أزياءهم التقليدية كما نشوفوا بالصورة. هالفرسان لبوا النداء لإحياء هالمهرجان من دون حتى دعوة رسمية أو رعاية من اتحاد الفروسية، وتجمعوا بمبادرة شخصية بهدف مباركة المساعي السلمية في البلاد. كمان شاركت في فعاليات المهرجان فرق فنون شعبية اللي هي بتلعب دور في إحياء الموروث الموسيقي الشعبي، وتغنى شعراء البدو بقصايد المفاخرة كلما ذات جولة جديدة من جولات السباق. كمان تعد الخيول في ليبيا جزء من التراث الشعبي وهي رمز للوحدة ورمز للتآخي بين الليبيين وجهادهم ضد الاحتلال الإيطالي. كتير كتير حلو. كمان هذا المهرجان يقام كمان في المغرب العربي حتى في تونس، وأنا بشوف أنه هالمهرجان في ظل الأوضاع اللي عم بتعيشها ليبيا أكيد حرام، الشعب الليبي شعب كتير طيب وفي ظل الانقسامات وهالوضع حلو أنه يكون فيه شوية أجواء هيك فيها شوية من الفرح هيك أو لنعطي أمل يعني أمل للليبيين. أكيد للليبيين هيدي محطة سنوية كل سنة للمهرجان، كل سنة كتار من الناس بتنتظره لأحياء التراث الليبي مثل ما موجود خصوصا باللباس التقليدي تبعولهم، هم كتير معروفين. صحيح. وحتى بالأغاني والشعر اللي بيقدموه شيء مميز. ليا أنا خبريتي كتير مهضومة عن بالفيديو نشروه بالتواصل الاجتماعي عن بيدياتر أو حكيم أطفال كيف يجرب يعطي التريتمنت أو حقن العلاج
وبذات الوقت اللي هي للولد صار يلعبوا بطريقه مهضومه هيك، الولد من بعد ما خلص ما بكى وما حس بالابره يلي كانت، وكان كثير مبسوط مثل ما عم تشوف على الفيديو قدامنا. يلا your band-aids. Let's say, let's get this one on. You're going to take it right off. I know you guys. You take them right off. We'll take them and say, good. All right. Clean up. Clean up. أول شيء بدي رقمه لطبيب الأطفال. بدي يطبقني ويحكمني بقى إني بخاف من الإبر. بدي كان الحكيم لأولادك أول شيء كثير. وحكيم لأولادي أكيد البيبي. مش معقول كأنه كمان معالج نفسي بنفس الوقت. صح معين له جو وما حس، يعني ما بقعد كمان فرستريتد كل مرة بدي أروح عند الحكيم إنه يي بدي أنوجع أو هيك، بصير بيروح إنه مرتاح مبسوط إنه لو كان عنده شيء بيوجع أو شيء تريد. هو البيبي كمان شوية كيوت لأنه إجمالا تعرف الأطفال حتى لما يشوفوا اول ما يطلع بالقطار هيدا هالشكل ببلش كذا مره بستخديهم اخر شيء بس تصف السياره بالباركينج ويعرفوا انك ببلشوا يبكوا ويتكمشوا فيك. هيدي عن جد طريقه بتجنن. بعرف انه كل الاهل بيعتلوا هم يمكن زياره الطبيب واذا كان في لقاح يعني معين الولد رح ينوجع من الابره وغيرها، فهيدي الطريقه المثاليه اللي لازم تستضيفوه معكم على بيروت. كارول، انا رح اخبركم عن جمعيه المانيه نجحت جهودها بتطوير القطاع الصحي بفلسطين باصدار طابع بريدي مالي الماني بيحمل صوره شخصيه حنظله يلي ابتكرها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي، وهالشيء بالتنسيق مع مؤسسه البريد الالماني، ورح يتم تحويل المبالغ يلي بتجنى من بيع هالطوابع للمساهمة بمساعدة مستشفى بيت سحور بفلسطين. الفكرة اجت من معاناة المرضى بالأرض المقدسة لإدم الأجهزة بالمستشفى ولحاجز المبنى إلى التجديد والتوسيع للتمكن من خدمة مرضى بصورة لائقة. واللافت أنه مستشفى بيت سحور على مدخله وقرب اسم المستشفى وضع شعار حنظلة الذي أصبح رمز للمعاناة الفلسطينية ومدى انتشاره عربياً، ومشان هيك ارتأت الجمعية الألمانية أنه هالشعار هو أفضل ما يمكن استخدامه لإبراز المعاناة الفلسطينية للمواطن الألماني. فمنشوف أنه هيدي مبادرة منيحة من الألمان للمساعدة للمستشفى الفلسطيني. وكمان حتى الفنان التشكيلي ناجي العلي بالصورة اللي عملها لحنظلة بتحس انه كلها بتعبر على الوضع بفلسطين، يعني منشوف انه تختصر الصبي اللي عمره 10 سنين اللي برم ظهره كأنه عم يترك فلسطين. صحيح. بتختصر مظبوط. هيدي كانت جولة على أخبارنا. رح نقوم لعند دلال كنج لنشوف اليوم شو محدثنا من وصفات شهية مثل عادة. ليا بدك تروحي معي؟ يلا كيف لا اكيد انا دايما بحب اكون عند دلال. بيتكم هلا يلا تفضلي ليا. ثانك يو دلال، اشتقت لك كثير. انا كاكثر اكثر اكثر ساشا. كيفك دلال؟ منيحة وانت؟ تمام. هاي ليا. بونجور دلال. كيفك ليا؟ منيحة الحمد لله. ماشي الحال. شو عم شوف قد شوكة اليوم عاملين وصفتين كثير طيبين، الوصفة اللي انت بتحبيها كثير ساشا الشوربة تبع الارتيشوكة. هيدي ساشا فيفورت. ساشا بتحبها كثير. بقى اليوم عاملين شوربة الأرديشوكة اللي هي شوربة كتير طيبة. هلا بنخبر عنها. وعاملين اليوم معكرونة تليانية اللي هي صوص كتير طيبة. عم نحكي على بصل وثوم، بدنا نوضع البندورة الفليفل الانشوا الكابر الزيتون. اوكي اكيد بالاضافة للملح للبهار للمعكرونة اللي بدنا نسلقها ونضيفها، وبالاضافة للباذنجان او المشوي او المقلي يلي بده يعطي نكهة طيبة. بس هو بتعرفي دلال ان كان مشوي بس هيك بنحط له شوي نقطة زيت. صح. كأنه مقلي نفس الشيء ما بتفرق الطعمة. هلا انا ما عم بقلي ابدا بحي الله وصفة، عم بوضع الباذنجان بصينية عم بحط لهم شوية زيت زيتون اكيد بالاضافة لرشة من الملح، وعم نوضعهم بقلب الفرن عم يطلعوا كأنهم مقليين. صحيح. يعني فينا اكيد نستبدل عنه.
اللي شو رايك ليا؟ انا كثير حبيت الطريقه وحبيت الريسيبي لانه لاحظت انه كل شيء هيلثي yes. بالذات الوقت ما استعملنا شيء منه هيلثي. وقصه الباذنجان حبيت لانه عم تاخذي كمان الدهون غير مشبعه الاوليف اويل بعد ما تحرقيه ويصير دهون مشبعه سو يلا هلا بالنسبه ايه رح ندوق بدي ابقى حبيت يعني ولا تروح بدون ما تدوق الشوربه. هلا شو عم نعمل دلال؟ هلا بدنا نخبر شوي على الشوربه. اليوم عم نحكي على كيلو من الارديشوكي اكيد اذا اشتريناهم مثلجين بدنا نوضعهم بقلب مصفيه تالتلج يروح. شو بدنا نعمل؟ بطنجره بدنا نجيب الارديشوكي بدنا نقطعهم لاثنين او لاربعه عم نحكي على كيلو بدنا أوكي. نوضعهم بطنجره بدنا نضيف لهم بصله اكيد مقطعه اربعه بدنا نضيف نص كوب من الكرات بدنا نلوح بملعقتين زيت الزيتون نلوح تعجبني نلوح حتى اذا ليا هون هيديك المره عملت شو كنت عم بقول لهم نلوح للبيشنتس تبعولي قالوا لي شو بكري يعني ايه بقى بدنا نلوح اوكي ما بدنا نقلع عم نقول يعني هيك انجا شوي بدنا نرجع نوضع لتر ونص من المي او بدنا نوضع لتر ونص من مرقه الخضره يلي بدها تعطي نكهه كثير طيبه وفينا نوضع كمان مرقه اللحمه بدنا نتركهم على نار لمده 25 لنص ساعه على نار خفيفه بدنا نغطي الطنجره بدنا نرجع نطحن كل الخليط سوا يعني الارديشوكه مع المرقه مع البصل والكرات بدنا نرجع نوضعهم بالطنجره من بعد ما نطحنهم بدنا نملح اكيد بدنا نبهر تنعطي نكهه هون اذا حدا بحب يضيف شويه من الكريم فريش او فينا ناكلها بلا كريم فريش لانه هي بحد ذاتها طيبه ساشا يعني بس فينا عندي كانت مع كريم فريش كانت طيبه يعني شوي صغيره ما بتقصي يعني شوي صغيره يعني فينا نص كوب او فينا نستبدل فينا نشتغل بالكريم فريش اللايت ما هيك ليا اكيد او يلي ما بحب ابدا في يوقف هون هيدي هي كمان سو هلا رح نبشر اكيد او بلشت اوريدي انا بلشت بالوصفه بلشت بالوصفه لنستفيد من الوقت ورح نطلع عليكي كل شوي ولكل اللي عم بتابعونا كمان اذا عندهم اي سؤال بالنسبه لدلال على الفيسبوك صح بيعملوا لي اد دلال كنج او لايك على البيج او بيواكبوني على تويتر هيك لاي استفسار كمان وصفات جديده دلال ممكن تفيدكم فيها وسهل كثير كله بيلاقوه على الفيسبوك وريسبيز ونشاطاتك الى اخره بيرجعوا بيلحقوا الحلقات بيحضروا الحلقات كمان تبع ال بي سي على البيج تبعي ليرجعوا ياخذوا الوصفات من اول وجديد ليا رح تبقي معنا اكيد ولكن هلا خلينا نبلش بتقاريرنا ونروح لعندي كودا لنشوف شو محضرتي لنا رح نتركك شيف دلال تكمل تحضيراتك لطبق اليوم ورح شوف انا وياكم مشاهدينا فيديو كثير مهضوم واكيد رح يلفت انتباهكم لانه من خلاله رح تشوفوا كيفاش الحيوان ممكن يلتزم بالقوانين في الوقت اللي الانسان يغض النظر على هيك اشياء كل التفاصيل شوفوها مع بعضنا وبعدين تأهب انه يلا حس كانه خلص يلا عنده طولة بال كمان بس شكله متدرب صح ناطر كل وقته بس ات سيمز متدرب صح يعني نو واي هيك فروم نو وير يعني اوف كورس لا بس انه حلو
بتشوف هيك يعني الناس ما نحن عندنا ما بنمشي هيك نقطع الطريق كيف ما كان حلو تشوف هيك. هيدي كانت اخبارنا وهالتقرير او التقرير المهضوم اللي شفناه. اول جزء من لقائنا هيك دائما بيكون بعد اول فاصل من طريق مواضيع حلقتنا اللي اخترنا لكم اياها لليوم. رح نكون معك ليا موضوع غذائي، كيف نهيئ حالنا وجسمنا قبل شهر رمضان المبارك. معك كارول كمان كل شيء تجميلي بهالطرق والتقنيات الحديثه. بقي قليل مع الاعلان ومنطلق بمواضيع حلقتنا لليوم، خليكم برفقتنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعا للألم، أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك. جرب بانادول جوينت لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جوينت، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. نسعد بمتابعتكم لبرامجنا المباشرة على روتانا أف أم في رمضان. أيام كانت، أيام كانت. الباقي عليه، الباقي عليه. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي. بدا يومك، بدا يومك. عيش رمضان، عيش رمضان. رمضان معنى الحياة. العناية تتطلب القوة، وأحيانا تتطلب بانادول. بانادول إكسترا يحتوي على مجموعة مكونات ثبتت فعاليتها طبياً في مكافحة الآلام الحادة. العناية تتطلب القوة. بانادول إكسترا. 40,000 ريال، مبروك يا أمل. الله الله، حرمت منكم. إني أنا شخصياً أقول لك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألف مبروك يا ناس، إيش بتسوين فيها؟ عزمت أسبوع مليون ريال. بالله والله بتتكلم بجد؟ والله انا مش مصدق والله. يمكن انت تكون الرابح. اربح حتى 10,000 دولار يوميا. ارسل كلمة اكسترا للتأهل اليوم لربح بلاي ستيشن 4 واكس بوكس ونينتندو وي. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك. كما بامكانك المشاركة عبر الاتصال على الارقام التالية. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعا للألم، أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك. جرب بانادول جوينت لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جوينت، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. عمرك اوفر. عايز كوب اوفر مواطي. انا لما بعمل مع صموتي بحس ان احدا مع واحدة صاحبتي. What did you say? What did you say? What could you do that one? ايايا كلام فظيع. يوميات زوجة مفروسة قوي في رمضان على الال بي سي. عيشوا معنا، معنا رمضان. صحة ونور.
ونصايح مفيدة، أخبار طبية ومعلومات كثيرة، متخصصين بكافة المجالات، استشارات مباشرة على الهواء. شو المفيد وشو المضر للصحة؟ أي نوع رياضة وأي علاج الأفضل؟ أسئلة كثيرة منطرحها بحياتنا اليومية والجواب بس عنا. أكيد عنا، لأن صحتك بتهمنا. لقينا كل يوم وصحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يومياً الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. ليالي رمضان ببيروت ستكون مميزة جدا. ورد ما حدا بيشبر بوشه ولا حدا بيملع عليه شو لازم يعمل. كل ليلة بتعدي علي من غيرك بتوجعني. انت الاهم عنا. عيشوا معنا، معنا رمضان. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. رجعنا لضيوفنا الحاضرين معنا بالاستوديو. رح نبلش معي كارول. نعرف اللي بالصيف فصل الصيف بيصيروا كل النسوانين النساء النسوان النساء عاطلين هم البشرة تبعولهم، يحبوا يشوفوها هيك نظرة. أحيانا بيطلعوا كمان بقع شوية داكنة بالوجه، فالمرأة بصفة عامة بتحب أنها بتبحث عن تفسيح البشرة. اليوم جبت لنا تقنية جديدة لتفسيح البشرة. اليوم رح نحكي عن ترطيب البشرة يلي هو بخليها تبين فاتحة أكثر، وخاصة بشهر رمضان لأنه بنكون عم ناخد كميات من المي بالليل وبنهار بقى عم نقدر ناخد شيء، فبدنا نشوف كيف بدنا نعود عن هالنقص بالمي وعن هالنقص بالرطوبة، وخاصة أنه فصل الصيف. كيف فينا نعمل تعويض من الخارج والداخل بواسطة الأغراض يلي جبتهم معي؟ بس بحب أقول للمشاهدين أنه الأسبوع الماضي كنا عملنا حلقة خاصة عن إدخال عنصر الأكسجين يلي هو الأوزون، وكنا حكينا عنه إذا بتتذكري ليا. صح. في ماشين بتحولنا المي لمي فيها أوزون، فيها أكسجين كتير، ممكن نشربها، نغسل فيها وجهنا، نستعملها بالتجميل وممكن تساعدنا. يلي فاتتهم هالحلقة وما قدروا يلحقوا لنا فيهم يفوتوا على الرابط على التنين الماضي. أوكي. لحتى يقدروا يكفوا معنا اليوم الموضوع ويشوفوا عن شو عم يحكي الأوزون وإدخال الأكسجين بعالم التجميل. واليوم مثل ما شايفين أنا جبت معي عناصر كتير بحبهم استعملهم ورطب فيهم البشرة من الخارج ومن الداخل. شو جبت لكم معي؟ أول شيء جبت لكم معي الكريم الجل بلاسنتا يلي هو بتذكروا هيدا أحلى شيء the best. هيدا هو the best. مشان هيك بفصل الشوب بالسفر بالصوم وقت تكون البشرة كتير ناشفة ما قلنا جيد نحط كريمات ويلزقوا ونعرق، فأحلى شيء ممكن نستعمله هو هالأنواع من الكريمات. هيدا مستخرج من البلاسنتا من المشيمة وفيه كل شيء بتحتاجه البشرة لتكون رطبة، وأخذ كل حاجاتها من مستحضر تجميل واحد يلي يستعمل لدير العين، يستعمل للبشرة بشرة الوجه، يستعمل للرقبة، ويستعمل للباك اوف هاندز للإيدين بالنهار وبالليل. سو كمان وفرنا يعني كريم حوالي العين، يعني هيدي القام كلها هيدي اختصر كل ال بتحطيها بالشنطة وخلص بيمشي الحال. فإذا فيه 120 ألف وحدة من قطرات المي، وخلال 84 يوم بس ممكن يطلع نسبة الرطوبة بالبشرة ل 84%، خاصة إذا كنا ساكنين ببلد فيه حر والجو فيه كتير رطوبة برا وتكييف جوا، ففروقات الحرارة فينا نحن نرجع نعوضها بالبلاسنتا. فإذا
رح نضب كل الكريمات يلي بنستعملهم بالعادة، رح نحطهم بالخزانة ستاند باي شي شهرين لنقطع فترة الحر، ورح نستعمل جل بلاسنتا رح نحطه على كل وجهنا بالنهار وبالليل. هيك ولكل السيدات يلي بيزهقوا ليزي ما لهم جلادة، صف صغير بيمسحوا على كل وجههم وخلص بينتهي الموضوع. فينا كمان نستعمله غير للنضارة، في معنى الستم سيلز يلي بيجوا كورس. أوكي. من اي عمر يعني اكبر شوي بالعمر؟ من اي يعني عمر؟ 35 40 لازم يكون عنده. بس الحبوب الخلية الجذعية على السحور ولا الافطار هون؟ لا على الافطار اول وجبة. اوكي اوكي طيب، هلا على السحور في عنا رح ناخذ كولاجين. ايه اوكي، فاذا البرنامج رح نمشي فيه ستيب باي ستيب، فاذا ايدوا على الورقة. اول فترة اول شيء من البرنامج منوعة او قبل ما نبلش اول وجبة ناخذ حبة الخلايا الجذعية مع كبيتين مي، منرش الهيالورونيك اسيد ومنحط البلاسنتا جل. في بسياق السهرة او بسياق النهار فينا ناخذ الخلايا الجذعية سبلينجوال يلي هن فينا نفتحها بهالشكل هيدا. اوكي رح فضيها على ايدي احسن ما تروح ديان، واللي هو ليكويد. ايه مهم انت أوكي. تستفيد على ايه اكيد خلينا نحن لا فاذا هو بيشكل مع هاي برودوي ايه هاي دولة غرامة ما فيني اعيش بالي حياتك. طيب الخلية الجذعية مثل ما شايفين سائل وعم تروحوا لمحلها فاذا وين بنحط الخلية الجذعية؟ هو خلية جذعية فيهم كولاجين سكين والاستين، ثلاث انواع كثير مهمين للبشره، بتساعد البشره انه من جوا لبرا تتجدد وما تتاثر. كل يوم امبول؟ كل يوم امبول كل تحت لسان تحت لسان، فيك يوم اي يوم لا اذا كانت بشرتك اوكي، كل يوم اذا بشرتك تعبانه او اذا كنت كبيره بالعمر. فاذا خلال الشهر كامل تاخذ كل يوم عبوه كل يوم، بس هدول كمان هول سعرهم كثير كثير غالي، اتس نوت فور ايفريبادي عن جد، لانه خلايا مستخلص من الخلايا الجذعيه الخاصه بالبشره. وهول شيء كثير جديد يعني. صح. من زمان كان عندنا بس سكين، هلا صار بقلب العلبه فيها كوكتيل ثلاث انواع من الخلايا الجذعيه، يعني جلد وكولاجين والاستين، وهلا جلد كولاجين الاستين بلاسنتا وكونجنكتيف تيشو، يعني شيء للشد. خلصنا العلبه السحريه هي دماغك كثير حلوه كمان شكلها. واخر شيء على السحور اذا بتحبوا لحتى تعمل نحن اون بوكل لابوكل نسكرها من كل الميلات، ما نخلي البشره ابدا 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 تتعب، وممنوع انه حدا يدبل بوجود كل هدول الاشياء، بنخلص برنامجنا باخر عنصر يلي هو الكولاجين درينك. اوكي؟ بنفتح عبوه اللي هن بيجوا علبه 30 عبوه، فينا نشتري علبه بس لشهر رمضان لحتى نكون اكيدين انه جسمنا رح يحصل، بشرتنا رح تحصل على المغذيات، لانه الجسم رح يبدل عناصر الداخليه بالمي وبالمأكولات اللي مش كثير ممدده على النهار، رح تاخذها الاعضاء الداخليه والبشره رح تجف شيء طبيعي ورح تتعب فهيدول رح يروحوا بس على البشره، والبشره رح تمتصهم كلهم وضل شكلها نضر ويضل شكلها حلو. مين بتحبه ضيف؟ يعني مثل ما انت بدك اختار. انت كريم وانت كريم. لا انا عم بشوف حبيبي عليك عم بلمح. نلعب رح نضيف ساشا. انت بعدك زغطوره ساشا بعدها مولده جديد. يلا انا محظوظه. ايه كلها وان شوت ساشا. شو يعني هلا بدها تشربها كلها؟ شوت شوت ايه مثل العصير كل يوم كلها شرب بعد هيدا بيفيد كثير منيح. بتعملها عصير بردقان او عصير مانجا. ايه وما فيها يوميا سكر. علبه صغيره يعني يوميا قنينه عبوه هي بتجي صور. علبه فيها 30 قنينه. اوكي شو تحولت؟ ايه ماما مين هي؟ شو بتعرفي هي؟ كيف هلا كيف خلص يعني النتيجه بعد شهر كامل انه عم تقول كيف صرت هلا في سيدات من البيشنتس اللي بيجوا لعندي على العياده هن ابتكروا اشياء، مثلا في عندي ست عم تعمل كراشت ايس بتحطهم بالبلندر وبتحط شاليمون بتتسلى فيه هيك بتصير كانت جوز في منهم يعني بحطوه بالبراد بيشربوه مشقة يعني مش انه مرزقة بس شو بيعطينا ما فهمنا يعني شو هيدا بيور كولاجين هيدا كولاجين بقنينة 6000 وحدة او 8000 وحدة او 12000 او 14000 اوكي الدوزاج بنعطيه حسب العمر يعني 30 6000 35 8
40 12 فوق ال 40 14000 60 بنعطي 2 غالي عم تقلك تكلفة 20 انت برميها لأني بتتفرج عليها ورجع بتحطيها بالبراد ما تخليها تصير كارول اكيد في كثير اسئلة من السيدات بتواصلوا معك أكثر رقم شفناه على الشاشة اكيد الرقم اللي طلع على الشاشة بتلقى فيه كل اتصالاتكم واكيد المية اللي رح تشربوها خلال شهر رمضان كثير مهمة كثير مهمة وانا كنت خبرتكم انه في طريقة لحتى تفوتوا الاكسجين على المية اللي رح تشربوها وتطبخوا فيها وتغسلوا فيها الخضرة والفواكه بليز فوتوا على رابط الاسبوع الماضي وشوفوا كيف واكيد ان شاء الله تكونوا استفدتوا من يعني هالحلقه انت دائما بتعطينا مواضيع كثير مهمه وفيها كثير جديد بتبحث عنه وكل مراه وكل سيده عم تحضرنا هلا على الشاشه وانا كمان صار بدي اروح لعندها كل شكل علاج في هيك كثير سكرت هيك للجمال ولنضاره البشره بعد ما باقي معك كمان قبل ما نفوت بموضوع عليا للتغذيه خلينا نشوف هو شيف وين صارت التحضيرات دلال يس رح نروح لعند دلال لحالي انه انا اللي بدي اشوف شو بعد ما عملت يعني هاي شيف هاي ساعات دايما بعت الهم هيك يا ربي بيروحوا عني الاسامي باللغة ما في مشكلة هلا شو اختي شو وين اختي شو صح اختي شوكة بس انا كمان بدي اخبر اليوم عم نعمل مثل ما سبق وحكينا عم نعمل شوربة الاختي شو يعني الاردي شوكة وعم نعمل ديباتي تلياني يعني معكروني كثير طيبة تليانية ما عم تخبرها لندى صح انه هلا بس بدي اقول شغلة للمشاهدين قبل ما نكفي الشوربة انه هيدي شوربة فينا نستبدلها بالمايس بالذرة فينا نستبدلها بالجزر باللوبيا بالكوسة يعني بدل الأرضي شو بدل شو بنحط غير أكيد حيلا نوع من الخضرة بسرعة هيك هلا اليوم نحن شو اشتغلنا ها جبنا كيلو من الأرضي شو أكيد عم نحكي على مجلد أو طازة ما بيأثر سلقناه أكيد قطعناه لأربعة وضعناه بطنجرة وضعنا معه بصلة مقطعة أربعة ريحتهم كثير طيبة كمان إيه لا هيدي قلينا البصل شويه ما كثير ما قلينا يعني حطينا زيت زيتون وضفناه هون كلهم سوا البصل مع الكراك مع الاردي شوكه صح ما بدنا نقلي لوحناه هون هيك يعني قطعناه هون شوي بشويه من الزيت وشو عملنا ضفنا لهم لتر ونص او من مرقه هون فينا نستخدم مرقه الخضره يلي بتعطي نكهه بتعرفي انه كل شيء خضره اذا طحناه واكلناه هيك بكون شوي طعمته باخه يعني اذا حطينا له شوي من مرقه الدجاج او شوي من مرقه اللحمه او مرقه الخضره كمان بيعطي نكهه كثير طيبه بقى مزجنا كل الخليط سوا تركناهم على نار خفيفه لان بتعرفي انه الارضي شوكه بتكون قاسيه يعني بدها وقت تنقدر نطحنها وتستوي لو مجلده هلا من بعد ما نخلص بدنا نطحنهم كلياتهم مع بعض هلا تركناهم نص ساعة على نار نرجع بدنا نطحن كل الخليط سوا مع البصل والكرات والمرقة بدنا نرجع نوضعه على نار مرة تانية هون بدنا نحط بهار أبيض بهار أسود ملح وفينا نضيف إذا بدنا فينا نوقف هون يعني وصفتنا بتوقف هون وبتكون وصفة كتير طيبة وبتشبع كمان مثل ما فينا نضيف نص كوب من الكريم فريش أو اللايت أو العادة يلي أكيد بيعطيها نكهة أطيب بس فينا نوقف هون وقبل ما نكفي ونخبر على غير وصفه بدي اخبر انه انا الاسبوع الماضي مثلا عملت لتلميذه وصفه كثير طيبه شوربه الجزر الجزر كثير مهم خصوصا للاصفار كمان بس شو عملت لها كمان من بعد ما سلقنا الجزر وطحناها ضفنا لها جبنه الروكفور طلعت كثير 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 طيبة. طيبه يعني كمان فيهم يشتغلوها من الشوربات الطيبه يعني اذا خصوصا السوائل هلا مع يعني صح. مع حلول شهر رمضان اكيد بعدين الجزر بشبع يعني تكون شوربه مفيده وطيبه وبتشبع مع شويه من جبنه الروكفور بقلبها نحن بعد ما نوضعها على نار عطى نكهه كثير 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 طيبه الجبنه مع الجزر مثل ما فينا كمان نستخدم شوربه البازيلا يلي هي كمان اطيب من هيدا شوربه كل الخضره كثير كل الخضره فينا نستخدمه فينا اكيد نستعملها مطرح الارديشوك اكيد فينا نستبدل باللي هلا نحن عم نشتغل فيه بس بدي اقول انه شوربه الارديشوكه هي من اطيب وصفات الشوربه لانه ريحتها كثير طيبه او بتكون ريحه الباستا كمان هون عم نعمل هون عم ننتقل للوصفه الثانيه يلي بندوره فريش ايه بندوره فريش بس انا شو عملت هون من بعد ما لوحت بصله مع اثنين ثوم واربعه او خمسه روس من البندوره الحمراء يلي ما قشرتها يلي فرمتها صغيره مكعبات صغيره لوحتها شوي على نار ورجعت طحنتها
يعني هيدي وصفه انا عملنا نشتغل فيها مطحونه، لان هلا بعد شوي بدنا نضيف لها غير مكونات، بدنا نضيف لها الفليفله، بدنا نضيف لها الكابر، الانشوا، الزيتون اللي بدي يعطي نكهه طيبه بالاضافه للباذنجان. كمان بدي اقول شغله انه اطيب الشوربات هي الفليفله. الفليفله هي شوربه كثير 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 طيبه اذا بنشتغلها، كمان بنضعها للمرأة ومنطحنها. لا اذا جبنا الخضره ما بنحرها. اوكي. احنا اجمالا كمان الباستا بنحط لها ورق غار لانه بتكون ريحتها كمان طيبة. صح. انا كمان وقت بعمل صلصه حمراء وبعدين بنرجع بنحط عود قرفه، ورق غار، شوية سكر، شوية. بس هون بدنا نكتفي بس بالبصل والثوم والبندوره، لان بدنا نضيف غير مقادير. واكيد دائما بشهر رمضان بنبلش هيك بالسوائل. صح. لانه كل النهار بنكون قاعدين. اكيد شوقنا هيك فيجي شهر رمضان بسرعة. بعدنا باقيين مع الشيف، رح نشوف بعدين وين صارت تحضيراتها. بريك قصير وبنرجع من بعد ونشوف ضيوفنا الموجودين معنا وموضوعنا للتغذية مع ضيفتنا ليا حلو. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعب بالألم أهلا بالحياة. لا تسمح لألم المفاصل أن تقف في طريقك. جرب بانادول جون لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جون، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. 40,000 ريال، مبروك يا أمل. الله حرمت منكم. الله يخليك. الله أكبر. الله أكبر. الله مبروك يا ناس، ايش بتسوين فيها؟ بالله والله بتكلم بجد، والله انا مش مصدق والله. يمكن انت تكون الرابح. اربح حتى 10,000 دولار يوميا. ارسل كلمة اكسترا للتأهل اليوم لربح بلاي ستيشن 4 واكس بوكس ونينتندو وي. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. العناية تتطلب القوة، وأحيانا تتطلب بانادول. بانادول إكسترا يحتوي على مجموعة مكونات ثبتت فعاليتها طبيا في مكافحة الآلام الحادة. العناية تتطلب القوة. بانادول إكسترا. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعب بالألم أهلا بالحياة. لا تسمح لألم المفاصل أن تقف في طريقك. جرب بانادول جون لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جون، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. احنا الدنيا، احنا اللي بنجرح ونخون بعض، احنا اللي بنندم على كل حاجه حلوه راحت بينا عشان لما ندوس على بعض. حاسه اني حطيت راسك في الطين، بس ورحمه ابويا ما كنت اقصد اعمل كده ابدا. هو في مشكله ولا ايه؟ الدنيا دي زي ما بترسم الضحكه في ثانيه بتقلب وشها في ثانيه من غير ما تاخد بالك. بعدين هو في حيوان بيفرق جنابه على الخان؟ فكرت تعمل ده يبقى احط ايده على حاجه تبقى بتاعته. بعد فتك شوية الفلوس اللي معاك دول يعملوا البني ادمين.
احنا مالناش لاقي عند حد. ايه يا عم بتكدب عليا؟ تسمع مرته على ابوك؟ طبعا انا جاي. دي بنت شمال، ما تتكلمش عليها كده يا سيد. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت عارفه الازايك بيسموها ايه؟ خلاص خلاص الحرام يا نصر، لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه في حياتك. الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع مع أصحابنا وخلصنا. الأحد الساعة 7 المساء على LBC. خايف يا أمل، حاسس حالي ماشي بطريق ما بعرف لوين بيودي. عيونك لا يطلعوا في دفنه، هذا وعد. ما حدا بيشبر بوشه ولا حدا جمل عليه شو لازم يعمل. العراب في رمضان على الـLBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. عرض مواضيع حلقتنا لليوم مع ضيفتنا اختصاصية التغذية ليا. حلو وصلنا لعندك ليا، كيف نهيئ حالنا لاستقبال شهر رمضان المبارك غذائيا؟ شو بدنا نحكي عن اول شيء؟ شو فيرست ستيب؟ اول ستيب بدنا نعملها هي مش بس بدنا نهيئ قبل، خلال الصوم يلي عنا اياه دائما لازم نضل هايدريتد. اكيد نحن ما فينا ناخذ لا مي لنشرب، وقت بنوصل نحن على الافطار ودائما بناخذ مثلا بلحتين مع مي. This is the tradition. يمكن بنعرفها من زمان كثير بس يمكن ما بنعرف ليه بنعملها، انه بنعملها انه ناخذ بلحتين ونشرب مي وتنقدر نتهيئ انه نرجع نقدر ناكل، بس هي لانه بيكون كثير واطي الجلوكوز للي ما بيعرف، ونحن بدنا شيء تنعطي شوي جلوكوز للجسم، سو بناخذ هالبلحتين بيعطوا الجلوكوز المنيح للجسم بدل ما ناخذ قصص بلا طعمه. مع كبيه المي ليه؟ لانه اللي كل النهار فاستينج، سو بدك ماي لتبلشي تدخلي الاكل. اوكي. ثاني شغله بناخذها هي اللبن، وكثير نحن بننصح يعني اللي ما بياخذ لبن بننصح انه يكون عم ياخذ اللبن سكند ستيب، لانه البروبيوتكس والبكتيريا الموجوده فيها بتهيئ الجهاز الهضمي انه يقدروا ياكلوا، لانه ما دغري نجي وناكل بكميه كثير وبسرعه. اول شيء رح نعمل ريفلوكس، رح يصير عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي، رح نعمل غازات، رح يصير عندنا نفخه، وهذا الشيء ما بدنا انه نحن نعاني فيه لانه رح يزعجنا لبعدين وبصير بجوعك زياده بعدين وقتها بتصير في مشكله بالجهاز الهضمي. سو بنجرب نبلش باللبن حتى لو كنا كثير جعانين، وبنرجع من بعد الشوربه كرمال نرخي قد ما فينا المصارين والبطن ما يصير في عندنا اني بلوتينج حكينا عنها قبل بمرات، ومنبلش بالاكل. هلا بالاكل بالتفاصيل اكل اكيد ما رح نقعد نقول ناخذ لايت وريجيم، لانه بعرف اكيد واحد بيكون كثير جعان وبده ياكل اكل بنكون عاملينه لكل العائله، بس انا بيهمني من بعد ما نحن كان صار عندنا الافطار بيهمني انه ناخذ مي، وما ناخذ مي فرد مره كمان حتى ما نعمل بلوتينج. يعني في ناس بيشربوا كثير مي فرد مره، بيكونوا مثلا اخذوا مثلا 2 لترز او 1.5 لتر. ما بيسوى الكلاوة كمان. ما بيسوى دغري ناخذهم، يعني اذا بنعمل شرب كثير مي ما بيعود فينا ناكل، يعني مضبوط. انه مثل كانه ليحاربوا الديهايدريشن اللي بدها تصير بيصيروا فرد مره بيشربوا المي،
كمان بيقولوا لي خلص مثلا انه اخذنا 2 لترز اللي بدنا اياهم بالنهار. هدول ما لهم عازه بيروحوا كلهم خلص. لازم المي تفوت على جسمنا شوي شوي, شوي. نقطه اوكي نقطة. اخذنا الكبايه بنرجع بناخذ كبايه ثانيه بنرجع خلال السهره كل شوي بنرجع بناخذ كبايه. واذا فينا بالكبايه ندخل فيجيتابلز مثلا ندخل خيار ندخل زنجبيل ندخل نعنع كل شيء لابس كمان كل ما بتدخلي هالاشياء الزياده عليها بتسرع الابزوربشن اوكي. ما بتدخلي كمان شيء فيه مثلا نتفه بوتاسيوم او نتفه صوديوم حتى بتسرع الابزوربشن اوف ووتر اوكي. سو هون نحن بدنا قد ما فينا كمان حارب النشاف لانه مش بس نشاف ديهايدريشن مثل ما حكيت كارول يعني للبشره بدها بصير في عندك نشاف جريك بخشبر بتحس هيك كله مخشبر الجلد ما عم بقشر سو كمان نتفادى هيدي المشكله أوكي. غير عن هيك بأكلنا بدنا نجرب ناخذ قد ما بلحتين ونشرب مي اوكي. ليه؟ لانه الالياف اول شغله بتكون نفختنا صم ناكل اقل بدل ما ناخذ كالوريز كثير عاليين وبذات الوقت بتساعد بالجهاز الهضمي اللي عندنا اياه تا نحن عم ناكل فرد مره اوكي. سو تنهضم قد ما فينا. هلا قبل ما ننتقل على المطبخ بالسحور انا بنصح ياخذوا اوت ميل مع كولاجين مع كولاجين اكزاكتلي اوت ميل بيكونوا عم ياخذوا مع لبن او بتزيدي لحيالها شي فروت. ليه؟ لانه بتشبعيك خلال كل النهار يعني بنهارك ما بتقعدي تحسي حالك هالقد جعانه غير ما تاخذي شوجر. بدي اعرف بس للمشاهدين اللي بياخذ كثير شوجر يو كريف مور شوجر. ذا مور شوجر يو تيك ذا مور شوجر يو كريف. هيدي انا كثير بحبها لانه اذا اخذتي شيء كثير حلو بس مثلا على السحور ورجعتي ما اكلتي شيء بدك تجوعي كثير وبدك تعملي ديهايدريشن وبدك تعطشي كثير. سو افضل حل انه ناخذ شيء مثل انا بحب الاوت ميل مع لبن او فروتس او فروزن يوغرت او هالشيء يعني كديسير اذا عبينا ديسير بس مش شيء كثير فيه شوجر وادد شوجر. شو حلويات عربيه حلويات عربيه اللي عندهم إيه؟ اول شيء بيمنعوك عن عصير البردقان والحلويات العربيه للي عندهم اسيد وبيتضايقوا خصوصا انه كل النهار ما رح تاكلي ونبتعد قد ما فينا. بعرف الاكل بيقول يمكن فيه كثير حار وكاري والبهارات بس كثير بيعطشوا يعني اول شيء يمكن تاكلي شوي اقل لانه هن بيحاربوا شوي من الساتايتي او من الشبع يعني قد ايه بتحسي بالشبع بس بذات الوقت بعطشوا كثير يعني بتصيري كل السهره وثاني نهار على بكره منشف تنك بتحسي هيك دائما هيك هل تعمل وتشربي او ما هيك كثير بعطشوا. سو اذا بنتفاديهم او بناكل باعتدال منهم ما نكتر كثير بيكون احسن. طب ليه في شي طريقه هيك قبل بدايه شهر رمضان المبارك الشخص مثلا يقلل من الوجبات اللي بياكلها ليبلش يعود جسمه على هالساعات الطويله من الصوم؟ هلا انا ما في شيء اذا بدك يعني مضبوط بتربعه ايه روز اكزاكتلي اللي هي انه قبل شهر رمضان بس اكيد يجربوا يهيئوا جسمهم اكثر شيء بالمي بالهايدريشن بالقصص مثلا فين ياخذوا شويه ديتوكس درينكس نتفه بس تيهيئوا جسمهم بالهايدريشن اهم شيء انا بالنسبه لي قبل ما يفوتوا على شهر. وفي ديتيل صغير ليا كنت عم بقرا انه يجربوا الاشخاص اللي بيوعوا بياخذوا القهوه او نسكافيه الصبح يجربوا من هلا يعملوا ديلي ساعتين ساعتين لحتى ما يوقعوا بمشكله وجع الراس لانه بيكونوا عم يعملوا خطم من من الكافيين. صح ليا الاطفال مثلا كيف فينا نحضرهم لشهر رمضان للصيام اجمالا الاطفال مثلا اذا بدهم يصوموا يعني هلا نحن بنفضل اذا كانوا كثير صغار ما يصوموا. نحن كانوا يقولوا لنا صوموا نص النهار والنص الثاني صح انه يكونوا قد ما فيهم عملوا لانه بالولد ما فيكي يعني بيفقد تركيزه بياثر على البرفورمنس تبعه ما بيعود بيقدر يعمل شيء. سو شوي اسال من نحن بنقدر نتحمل جسمنا بيتحمل بس الاطفال شوي ثقيل عليهم والناس اللي عندهم امراض بليز يستشيروا طبيبهم قبل ما يعملوا حالها شيء مثل السكري مثلا لانه شيء كثير كريتيكال حيالها شيء امراض بتاثر اذا عملتي هالفاستنج الطويل يستشيروا طبيبهم قبل حيالها شيء. بنروح على الكيتشن على المطبخ يلا نستفيد من الوقت بعد في تقريبا 5 مينتس بالكيتشن شو رح نشوف؟ انا بحس بحكي كثير دائما بيخلص وقتي قبل يلا ليا من هون بليز اوكي قدام الكاميرا اوكي ياي شوربه تطلع ماي فيد نتوق اليوم دلال اكيد اوكي هلا هون بما انه انا بس هيك سمري صغيره قبل بحلقه ساشا
حكينا عن قد ايه في وحدات حراريه بالاكل، وما لحقنا نحكي غير عن الخبز والحليب ومشتقاته قد ايه فيهم وحدات حراريه، وكان في كثير بوبولار ديماند انه نكمل وخصوصي كمان بشهر رمضان تنعرف شو عم ناكل، نقدر نجرب كمان نحسب الكالوريز اللي اكلناها سو رح تفيدنا على الميلتين. اوكي سو كنا صرنا خلصنا مثل ما قلت لك الخبز ومشتقات الحليب، مثلا هون عم نطلع قدامنا عندنا الفواكه والخضره. كيف نقدر نحسب الكالوريز؟ لانه في كثير بيلخبطوا. دائما حصه الفواكه عم نحكي تقريبا عن 60 وحدات حراريه، اوكي؟ بس حصه الفواكه عم نحكي عن تفاحه هيل سايز. كل ما بتصير اكبر كل ما بدك تزيد الكالوريز، مثلا التفاح اللي بنشوفه الامريكاني مثلا الكبير اللي بتشوفيه هيك او احمر بيبقى كبير، هون صرنا بال 90 او بال 120 هالقد بتزيد سو هون بتزيدي حصه الفواكه. اوكي هلا يمكن التفاحه او الموزه مثلا هينه انه نقول الكالوريز تبعها، هون كمان تقريبا شي 70 عندنا بالموزه. اوكي هلا كل ما كانت الموزه اكبر بتصيري الموزه الكبيره قد حصتين فواكه، يعني 120 وحدات حراريه اللي هي نسبه منا واطي ابدا. اوكي هلا مثلا اذا بنشوف هون الكرز يمكن لانه مغلبط بالكرز عم تعديهم صغار، سو هون بنشوف انه هي كاسه كرز، يعني تقريبا بيطلعوا شيء 12 13 كرزه مزبوط اذا عم نحكي عن الكرز، واذا عم نحكي مثلا عن العنب نفس الشيء بنكون عم نحكي شوي اكثر شيء 17 بس تقريبا كاسه، يعني تما نلبي كل المشاهدين. كم وحده حراريه هون عم نحكي عن 60 وحدات حراريه 12 حبة كرز. ما انا هيدا اللي بقوله، يعني اذا يعني بفضلها بدل الموزه مثلا اكيد وبتتسلي خلال مثلا سهره قاعدين مثلا عم تحضري تلفزيون بدل ما تاخذي تفاحه دغري بتخلص. لا ما انت خدي تقريبا الكيس وبتصيري يو ستاندردايز البورشن تتعرفي قد ايه عم تاخذي كالوري. اوكي هلا بس اذا بنطلع قدامنا هون في المشمش المجفف، الفواكه المجففين مشمش تحديدا هون اربعه هن 60 وحده حراريه. هلا اذا مثلا انت على بالك تاكلي سناك مقسمه نهارك انه بحق لك 120 سو شو عملتي؟ دوبلتي ونسيتي تاخذي 8. طب مثلا التمر قد ايه فيه وحده حراريه؟ التمر عم نحكي كل اثنين 60. اوكي اوكي سو مش عاطله يعني انه هلا هو فيه سكر اكثر لانه من غيره ما هيدي هي يعني. وبيعطيك شوي هيك الانرجي او الطاقه. سو اذا فينا ناخذ مثلا اثنين او اربعه بعدك بالإناف بين ال 60 وال 120 وحدات حراريه. هلا اذا بنطلع على الخضار هون قصدت جبت اثنين نوع بندوره كلهم ضحكوا عجبتهم هيدي جبليه البندوره. حبيت لانه دائما مثلا بقول لهم للبيشنتس بندوره هي وحده، انا بكون قصدي هاي يمكن هن بيفكروا هاي هن بيفكروا انه رح تحق لهم هاي. طب ما هون حق له بندوره بيقولوا لي هاي بندوره وحده بعدنا بالوحده بندوره بتمثل لا ما بتنصح بس دائما بس بدنا نحسب الكالوريز للفيجيتابلز كل وحده بندوره تقريبا فيها شي 20 وحده حراريه يمين صغيره الصغيره هاي يعني اوكي ما انا كثير كثير صغيره يعني ميديوم اوكي بس ما انما اذا عم تحكي هاي يعني دفنتلي ما رح تكون زيت الشيء يعني انا اوريدي ليكي حجمه يعني بس انه هيك حبيت شيء لانه اجى لعندي بيشنت وقالوا لي عن بندوره حبيت شيء انه دائما نعرف كمان مش بس قد ايه القطعه كمان كبر القطعه بياثر على الوحدات الحراريه بعد في دقيقه عليها يلا بس هون بالفواكه المربى المربى ليكي قد ايه قليل بس اذا ما بعرف ما عم تفتح هلا قد ايه قليل هيدي قد اثنين فواكه تخيلي يعني يا بنجي بنقول لهم خذوا بس هالقد مربى يلي هي شو ملعقه كبيره ماشي تقريبا ماشي او خذي مثلا تفاحه وموزه اكيد بنفضل تاخذي التفاحه والموزه الا اذا حدا طالع على باله هيدي طعمه حلو كثير صح ساعتها فيك تاخذيها مع وحده مثلا توست او وحده باندوني أوكي. كسناك يعني وزيت الوقت كمان هون جبت ملعقه كبيره الملعقه الكبيره كمان العسل اوكي العسل كمان فيها وحدات حراريه كثير عاليه يعني عم تحكي ملعقه كبيره العسل 80 كالوري سو دائما بيقولوا لي يي ماشي بناخذ ملعقه عسل على الريق وطبيعي وطبيعي وهيك هو حتى لو شو ما كان طبيعي لو ما جبتوه فيه كميه سكر وعطينه لهجه للبنفتس تبعه اكثر مما بيستحق للمنافع اكثر مما بيستحق ودائما الملعقه الكبيره تقريبا ثلاث ملاقع صغار سو اذا مثلا شفنا حالة شيء محطوط بالبورشن ملعقه صغيره فينا نقدر انه الملعقه الكبيره هي ثلاث ملاقع صغار تقريبا اوكي عندنا بعد التونه البيض الجبنه هون بس عم نحكي التونه تقريبا هيدي العلبه الصغيره
فيها 145 وحدات حراريه، كيف حليناهم؟ 145؟ ايه بس هم مش بدايت. شو بلا هيدي ان ووتر. ان ووتر دايت. اوكي ان ووتر اوكي. سو عم نحكي بالمي هلا، بالزيت بتفرق شوي مش كثير اصلا لانه انت عم تصفي الزيت ثلاث ارباع الايام. اوكي بس هون بس بدي اشير عليه هو هيدا اللحوم اللين، دائما بنحكي عن لين بروتين سو فيه اقل، يعني تقريبا بكل حصه قد هيدي عم تحكي لين بروتين، يعني كل 30 جرام او شيء حصه صغيره عم تحكي بال 55 وحده حراريه. أوكي. بينما البيض مثلا بيضه واحده مثل ما شايفينها فيها 75، يعني مثلا اذا بدنا نتروق بيضتين او ثلاثه بنشوف حسب قد الترويقه اللي بحلق لنا. او اذا بدنا ناخذ على سحور بيض ننتبه كمان كم وحده عم ناخذ، لان وحده فيها 75. والقش بيض بس اكيد مثل ما بنعرف كل شيء جبنه صفراء يعني قشقوين مثل ما شايفين قدامنا وتشدر، كل هول الثلاثه ساشا فيهم 100 وحده حراريه. شو القشقوين بينما هون مثلا فته، الفته ميديوم مش لين، حتى اللين مثلا لبنه اذا عم تحكي سو لبنه كثير لين، يعني اقل شيء فيها كالوريز او وحدات حراريه. بيرجع الفته ميديوم تقريبا او الموتزاريلا مثل ما هي مثل البيض، يعني في 75 وحدات حراريه. اوكي اوكي هون 100 سو هول 75 هول 100، واذا جبتي لبنه فيك تاخذي ملعقتين كبار ب 55. ويعطيك العافيه. ويعطيك العافيه. ليا ثانك يو على كل هالنصائح خلال شهر رمضان المبارك، لازم كل شخص يتبعهم لانه بالفعل يمكن هيدا الشهر كمان لازم يكون شهر صحي غذائيا. صح عم نقول وللصوم ساعات طويله. صح. وبالحر فما لازم نتعب لنستمر اكيد بهالصوم. شكرا لك ليا، بنشوفك الاسبوع الجاي اذا الله راد. كارول ثانك يو سو ماتش، كمان نكست ويك موعدنا معك. دلول رح نطل عليك كل شوي صار مع النار على الخفيف. ضايق قليل مع الاعلان وبنتابع بقيه فقرات برنامجنا. كمان لكل السيدات كيف تتالقي على الريد كاربت، نصائح من بتول علم الدين رح تكون بضيافتنا، وايضا خبير التجميل رح تكون معنا بهالسيجمنت لناخذ بعض النصائح فيها كيف نتالق تجميليا، كمان المكياج كيف يكون مناسب على الريد كاربت. تابعونا بعد هالبريك. ستائر مرصعة بكريستال شورفسكي من سيدار. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعب الألم أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك، جرب بانادول جون لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جون، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. نسعد بمتابعتكم لبرامجنا المباشرة على روتانا أف أم في رمضان. أيام كانت، أيام كانت. الباقي عليه، الباقي عليه. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي. بدأ يومك، بدأ يومك. عيش رمضان، عيش رمضان. رمضان معنى الحياة. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعب الألم أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك، جرب بانادول جون لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جون، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. 40,000 ريال، مبروك يا عمل. الله الله، حرمت منكم. الله يخليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألف مبروك يا ناس، إيش بتسوين فيها؟ بالله والله بتتكلم جد؟ والله أنا مش مصدق والله. ويمكن أنت تكون الرابح. اربح حتى 10,000 دولار يومياً. أرسل كلمة إكسترا للتأهل اليوم لربح بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ونينتندو وي. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو غجوة لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. العناية تتطلب القوة.
وأحيانا تتطلب بانادول. بانادول إكسترا يحتوي على مجموعة مكونات ثبتت فعاليتها طبيا في مكافحة الآلام الحادة. العناية تتطلب القوة. بانادول إكسترا. ليالي رمضان ببيروت ستكون مميزة جدا. ورد ما حدا بيشبر بوشه ولا حدا بيملي عليه شو لازم يعمل. كل ليلة بتعدي علي من غيرك بتوجعني. انت الاهم عنا. عيشوا معنا معنا رمضان. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس. من عرمون علي. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي أنت أنت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقليلهم شوفوا. والله شغلة حلوة. من المفروض إنهم الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على الـ LBC. طول عمرك اوفر. عايز كوب اوفر وواطي. لما بعمل احسن موتي بحس اني احزن مع واحده صاحبتي. وانت شو شفتي من انت سيرشي؟ باتكو تشوفي باتكو. ايايا كلام فظيع. يوميات زوجه مفروسه قوي في رمضان على الـ LBC. عيشوا معنا معنا رمضان. تابعينا ببيروت مع دلال كنج لنشوف وين صارت بالتحضيرات اليوم. شو دلولة؟ وي يا ساشا، وين صرنا بالشوربة؟ خلصت الشوربة، ما حدنا نحكي فيها لأنه صرنا شي مرتين ثلاثة حسين. هلا حنتركها شوي على نار ليقطعوا نص ساعة ونقدر نطحنها. أوكي. أوكي، تنرجع نملح نبهر ونكلها طيبة. هلا بدي انتقل ساشا لوصفه كثير طيبه وكثير سهله، بدول انه بتنعمل بحيلا عزيمه، وهلا خلال شهر رمضان اكيد بتنعمل مع الشوربه. هي وصفه كثير طيبه. عن شو عم نحكي؟ عم نحكي على معكرونه بات سيسيليان، يعني عم نحكي على معكرونه طيبه كثير. اول شيء بطنجره بدنا نوضع بصله كبيره، فينا هون نقطعها اربعه، بدنا نضيف حصين لثلاثه من الثوم واربعه لخمسه روس بندوره كبار. فينا نفرمهم مثل ما فينا نقطعهم اربعه، بدنا نلوحهم سوا لمده 7 لـ 8 دقائق على نار. وشو بدنا نعمل ساشا؟ بدنا نرجع نطحنهم، لانه بهيدي الوصفه ما بدنا نشوف البصل والبندوره. هلا هون بدنا نقول للمشاهدين يلي ما بحب يطحنهم في يكفي، يعني نلوح البصل، نرجع نوضع الثوم، نرجع نوضع البندوره بلا ما نطحن ابدا. أوكي. اذا بدنا نشوف البصل والثوم مثل ما فينا نطحن او ما نطحن. هلا هيدي مطحونه، هيدي طحنناها. حطينا بصل، ثوم، بندوره، اكيد لوحناهم على نار، رجعنا طحنناهم. هلا انا ما رح كفيها هلا ساشا، حاحكي تاكلوها طازه. أوكي. بس اخبر شوي المشاهدين كيف تنعمل. بدنا نجيب فليفله خضراء، بدنا نقطعها لمكعبات، بدنا نضيفها على الصوص او على البصل والثوم والبندوره، بدنا نكفيها على نار لمده 7 لـ 10 دقائق. بدنا نرجع نجيب الانشوا، اليوم عم نحكي على انشوا على زيت، بدنا نفرمهم صغير وبدنا نضيفهم عليهم. بدنا نجيب 3 ملاعق كبار من الكابر كمان اللي بيعطي نكهه، بدنا نضيفهم عليهم. على طول على نار بدنا نملح، بدنا نبهر. بدنا نجيب السباغيتي، هون يلي ما بحب السباغيتي فيستبدل بحيلا نوع من المعكرونه، بالبنه،
تبعياتها حيلا هيدا ذوق كل شيء بيلبق لها يعني اكيد بس هي اطيب شيء مع السباجيتي اوكي ساشا بدنا نسلقهم اكيد هون بدنا نقول بحدود الخمسه لست دقائق كل ماركه بتختلف عن الثانيه بالاستواء يعني اثبت انه نقرا تنشوف أوكي. بدنا نسلقهم مع بمي مغليه مع رشه من الملح وشويه زيت زيتون بدنا نضيف المعكرونه بدنا نرجع نصفيهم ونضيفهم على الخليط هون ساشا فينا نوضع الزيتون فينا نوضع نص كوب من الزيتون اللي بيعطي نكهه كثير طيبه فينا نضيف نص كوب من الفطر يلي كمان بيعطي نكهه كثير طيبه وبدنا نجيب المعكرونه نوضعهم نخلط كل الخليط سوا مع بعض يعني مش صوص على جنب لا 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 اتسب اذا اكيد المعكرونه بتشرب الصلصه من ما نوضعهم على جنب هون فينا نضيف الباذنجان المشوي المقلي نوضع على الوجه مثل ما هلا حيشوفوا المشاهدين وناكلها اخ يا دلال هيدي وصفه كثير طيبه ساشا وسهله يعني قد ما هي سهله قد ما طعمتها كثير طيبه كثير طيبه رح نتابع كمان وين صرت بالتحضيرات دلال كل شوي ورح نكفي مواضيعنا مثل ما ذكرنا قبل الفاصل اطلالتنا على الريد كاربت مع ضيوفنا وقالك يا هدى موجوده انا هون من عالم الطبخ والاطباق الشهيه لعالم الموضه والجمال بهالايام وين ما رحنا لبنان فرنسا المغرب الحدث اللي شاغل الكل هو الريد كاربت اطلالات النجوم وتالقهم فساتين مميزه بمكياج باكسسوارات بتسريحه شعر باختصار هذا الكل باش يكون موضوع حديثنا بهالفقره مع ضيفتنا خبيره صوره بتوله عالم الدين اهلا وسهلا فيك كمان بترافقنا بهالفقره ضيفتنا خبيره التجميل مايا صعب اهلا وسهلا فيك مايا بتول رح نبلش معك نحكي شويه نعرفوا بهالايام تكثر الحفلات اطلالات النجوم بنحكيوا دائما على الريد كاربت على السجاده الحمراء وبعد كل حفل بعد كل عرض بيكون في كثير من الانتقادات والتعليقات على النجوم على ظهورهم على صورتهم على اطلالتهم على ميك ابهم شعرهم شو هم الخطوات اللازمه اللي لازم يتخذها كل نجم تتكون اطلالته مميزه وتتفادى الوقوع بهالانتقادات هلا حاقول لك شو ما تعملي على طول حيضل في انتقادات كيف منقول يعني بس نحن شو بنحاول نعمل انه نعمل مينيمايز للماكسيمم هلا انا كثير بحب مثلا اقول انه كيف نظهر على الريد كاربت عندي كثير عندي ثلاثه رولز على طول انا بمشي بثلاثه رولز للاقيها انه هيني لتحفظوها أوكي. اللي هي اكيد وقت بدك تنقي الفاشن ديزاينر تاعك وقت بدك تنقي الاكسسوارز تاعولك ووقت بدك انت تعمل الفاينل تاتش التونينج كيف انا بسميه الفاينل تونينج اللي هو بيكون بالميك اب والشعر بقى يعني لننتبه على كل هاي التفاصيل كل هالقصص لانه سبيشلي على الريد كاربت يعني كمان الانظار بتكون على كل شيء ايفن الجولري مكياج كل اللي ذكرتيه شيء كثير اساسي بنبلش من الفستان وكيفيه اختياره بالفستان شوفي وقت بدك تنقي الفستان اول شيء اهم شيء تنقي الفاشن ديزاينر يلي حيعمل لك هالفستان هلا انا بنصح اول شغله نعملها نعمل شوي بروزنج نلاقي حدا عنده موديلات بيشبهوكي مثلا لتنقي الفاشن ديزاين اذا ما عندك حدا انت اوريدي بتعرفي عرفتي انا بقول السلكشن بتروح على 2 اور 3 ولازم تشوفوهم تعملوا ميتنج معهم عشان حيجي بوينت مش على الصوره يعني النقي لا على الصوره بتنقي انت هيدا ممكن شوف حالي فيه وهيدا ممكن شوف حالي فيه بعدين. بس اهم شيء تتعرفي على الفاشن ديزاينر اللي حيعمل لك هالفستان اذا ما صار فيها الكليك ارتحتي له لتقدري انت بعدين تقولي له مثلا انا بدي اخبي ايدي انا بدي اخبي ظهري انا عندي هون ديفو هون ديفو اكيد بنكون عاملين نحن بودي تايب قبل هاي هي اللي بدها وقت بتلاقي حدا بترتاحي معه ذاتس ات خلص يعني بدك حدا بتحسيه عم بيفهمك هون بعدين بنبلش سيلكشن للفستان upon color and upon body type هون هيك بيصير أوكي. بس في كثير نجمات حتى بنشوفه بالفستيفال دوكان مثلا بيصير في كثير تعليق على فساتينهم مثل ريحانه مثلا كثير عملوا تعليق على فستانها ريانا البينك ريانا كان البينك او اليلو كان كثير شوفي ما هو بدك تنتبهي ما يكون في كونتراست كمان كثير قوي بين الفستان وبين لون البشره هون بصير في عندك كلاش بيطلع بقوه وبيعطي الايفكت اللي ما لازم يعطيه اذا انت لابسه مثلا كولرز من الكولوغيمتري تعيتك نحن نقول كل واحد عنده باليت كولرز بيعطي ريفلكشن ما كل شيء لبستيه انت بيعطي ريفلكشن على وجهك بصير في عندك ريفلكشن مش ظابطه عندك يعني اما بصير على صفار بيطلع بتوت اللوك كثير باهت فاز طب مايا بالميك اب هون كمان قديش المكياج شيء كثير اساسي سبيشلي على الريد كاربت في تصوير الاضاءه بتكون مختلفه يعني مش مناسبه عاديه
100%. هلا على الريد كاربت عادة بيكونوا لابسين الروب لونج و they look heavy. So you لازم تطلع بسيمبل ميك اب اكثر. سيمبل؟ ايه يعني ما كثير، يعني يكون في جلو، يكون في كونتورينج والهايلايتس، يكونوا مشغولين مضبوط. بس جو وذ ذا لايت، يعني ما يكون كثير كثير اوفر. لان ديجا هي انطلاقتها رح تكون قوية. شو هو مايا افضل ميك اب للريد كاربت؟ او في ناس يقولوا ما في شيء اسمه افضل ميك اب للريد كاربت، يعني حسب كل واحد شو بيلبق له، في ناس بيلبق له ستايله او حسب الفستان احيانا بنختار. مزبوط، يا بتفوتي بالايلاينر واللاشز الكتار ومع الليبستيك المبينه الواضحه يعني، يا السموكي ايز والفيل كولر على الشفاف. بس اجمالا الحفلات بيكونوا بالليل مثلا، ما بنقول انه الميك اب اللي كثير غامق هو اللي بيبان اكثر؟ انه القوي، يعني القوي ما انه مناسبه بالمسا بتصير. ايه يعني من قوي نحن، يعني وقت يكون في سموكي ايز يعتبر الميك اب قوي وقت يكون في، وحتى اذا كان حتى ايلاينر بس من اول الشفاف. سو كله بعدل بعضه، كله بعدل بعضه. الدرس لازم يكون بطول لونج مش شورت، افضل على الريد كاربت يكون عليه كثير شك ليبهر، ولا ديبانس كمان حسب شخصيه السيده فيها تروح كثير سمبل؟ فيها تروح كثير سمبل اصلا. بتشوفي هلا بدك تنتبهي كمان الايفنت وين معمول، يعني نحن بلبنان الايفنت عنا، مثلا انت حضرتي وشفتي الايفنت عنا بيكون اتس فيري الفساتين منتقل فيها كيف بنقول، لازم يكون في برق. بتروحي على اوروبا سمبل فيري سمبل فيري سمبل، بنضل بهالسمبلسيتي اللي هي عندهم ريفليكشن تاعت البيوتي هن بياخذوها، بس ما كل واحد حسب المنتاليتي تاعيته كيف. هلا ضروري؟ لا مش ضروري، حسب بعدين انت الستايل تاعك اذا بيلبق لك اما لا، اذا بتقدري تلبسيهم اما لا، عرفتي؟ وهيك بيصير انت بشو بتشوفي حالك. وكمان ابون بودي تايب، يعني اذا بيكونوا الاجرين طوال وحلوين اذا اكيد بنبرز الاجرين ولا بنبرز الاجرين وبنروح على قصير، بس بنتقل بالفستان عشان ما نبين كثير شك يعني. بس ننتبه كمان عشان بدك تفوتي بالقصير بتفوتي برومانتك ستايل، بس ننتبه انه ما يطلع هالضحكة شفت الصورة. انه ننتبه كيف حيكون الامبيونس تاعتنا اللي حنعمل ريفليكشن للعالم. بنقلها هاي لريتا منصور، بنقلها هاي لريتا منصور قدامه اليوم هي بالبكتشرز. هيدي اول صورة، هيدي اول صورة. هلا هون كنت عم بعملها، عملنا بودي تايب، عرفنا البودي تايب تاعها وعملنا الكالوريمتريك. هلا ريتا قاست كثير فساتين والوانها، الالوان كانوا كثير ظابطين معها. في شقرة ريتا وبيضة، شقرة بيضة كثير. اللون اكثر شيء يعني حقول لك ما لقينا ابون لون، نقينا ابون اكثر شيء البودي تايب. هلا هي تريانجل، اوكي. هلا بتلاحظي انت الفستان عندك الورد على الكتاف اللي هن عرضنا شوي الكتاف يلي بيطلع فوق وتحت متناسق. انت بتعرفي وقت بنحكي بودي تايب انه الاكس ال8 هو البيرفكت بودي تايب، صار عندنا شو توازن فوق وتحت، صرنا ذات القياس. ومع هالشغل يلي بيجي على القصر بيرفكت، صار عندي انا البودي تايب وصلنا للي بدنا نوصل له. ما كان فينا نفتح الاكسسوار ايه. كمان وما كان فينا نفتح شوي على منطقه الصدر او الصدر؟ بلا، كان فيك تفتحي شوي. هلا الثقبت هو بهيدا، بس انا بفضل يكون مسكر عشان ما ارجع تقلها، عشان اذا انفتح وعندك هون انت اوريدي على الكتاف عرض كتاف، ما بدي ارجع تقل انا بالرقبه. اوكي، عرفتي؟ يعني كله بيكون كالر بالكالر تاعولا، يعني فيها تروح على كل شيء بقلبه تركواز وزراء وخضار، عرفتي؟ هول الالوان كله بيلبقوا لها كلهم لريتا. اوكي، هون عندك شربل رادي. شربل اشتغلنا مع شربل. الشربل شوفي البودي تايب ما كان عندنا مشكله معه، ما عنده شيء يعني ديفو لنخبيه، بالعكس بقى هون كان كثير. هون اشتغلنا على الالوان، يعني قديش اشتغلنا على ريتا على بودي تايب، هون اشتغلنا على الوان اكثر شيء تراينج تو بي. هلا ما مبين منيح ممكن لانه البشره بتكون غامقه شوي بتشتغل اكثر على الالوان تيبان. لا بتعرفي هو شوفي بالبشره ما بتنتبهي انه في فتره كمان مثلا اذا اخذتي برونزاج بصير بياثر، يتغيروا الالوان تاولك. بس لا يعني بنحاول نعمل لا، عشان في باليت معينه بالسيزون يعني نحن بنعطيهم، فينا نروح لثمانيه سيزون، يعني عندك الوان باليت كثير كبيره، بس ننتبه على التوناليتي تاعيتهم. هي ها هي اكثر شيء. هون شو نقيت الباليت؟ هون هلا ما مبين بالصوره، الطقم هو اسود وكحلي اكشلي. اسود وكحلي، اسود وكحلي يلي هو كان ترندي هذيك السنه، ترندي هالسنه وحيضل كمان السنه الجايه. هلا حيرجع يفوت بقوه الكحلي والاسود مع بعض.
رح نقول الرجال اهين بكثير يعني عرفتي إيه وقت بدك تنقي له قطعه انه بدك سوت انه تو بي كلاسي تو بي هذا اتس فيري ايزي يعني بالنهايه. رح ننقل على الاكسسوارات هون ان شاء الله بالاكسسوار مضبوط. هون بتشوفي كنا عم نعمل نحن سيلكشن للبيجو. هلا البيجو هولي مثلا ريتا ما بدنا نفضل رقبه، بقى صرنا نروح نشوف شو في عندنا نحن اوبشنات نحط دينين واسواره. هلا ريتا عجبها كثير هالست وانا اي واز نو واي لانه كانت بحكي نو واي نو واي. ليه؟ بقى لاقول لك ليه فتنا هون خلص ما في شغل بالفستان في الورد، انا ما بدي انزع الفستان اوريدي معجب الفستان وما بدي اخبي الجوري من ورا فستان، يعني عم تاخذي انت فستان من عند ديزاينر وثقيل، يعني رحنا ويعني عارف ما بحب انا فوت كذا ما بحب شيء يغطي عن شيء ولا انا بدي الشيء يكون ماشي مع بعض وقتها بنتفرج عليهم. هلا بتشوفي بترجعي بتاني صوره اوكي سو هيدا النو قلت عنه الصوره الستايل نو مش كشكل مع انه كثير لا 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 هو كثير حلو انا بس يمكن بيلبق مع غير فساتين مثلا يمكن الفستان اللي كانت لبسته ريتا ما كان لازمه شيء كثير مع هون بتعرفي بدي اعلق انه مع عشان الشغله بتعجبك يعني بيمشي حالها فيك تفوتي بالجيلري بدك تنتبهي كثير 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 منيح على شو بدك تنقي عشان ايه مايا شو رايك لحديت هلا؟ اكيد يعني ميك اب ارتست بتدخل بالستايل باللبس ايه طبيعي طبيعي شو رايك لانه نحن بنلحق يعني قلنا للكلاينت وقتها تجي بتقلنا شو لابسه شو لابسه وشو حاطه اكسسوارز وهيك فبنلحق اذا هيك يعني بنلحق بعضه شو بتروحي لاي ستايل ميك اب؟ هيك بروح بركي للسموكي ايز بالارثي كولرز الالوان الترابيه ولايت بينك على الشفاف وللشقره كمان يعني ريتا بنشوفها شقره اكثر وبشرتها كثير فاتحه الالوان الترابيه كثير بيلبقوا لها بالبقله اوكي هيدا الست الثاني اللي حبيتيه مع ستايل دريس هلا هيدا الست كان هلا انت شفتي فستاني هيدا كان ست هلا نحط بالصوره سيت كان مفروض انا اخده هلا أوكي. هون انا بدي احكي على النيك لاين اهم شيء وقتها بتنقي انت العقد حسب النيك لاين تاعك انا كثير بحب العقد ينزل على النيك لاين هلا اذا انت لابسه في خليكي رايحه في اذا لابسه مدور خليكي رايحه مدور اذا لابسه هلا الباتو بيعملوا لك يسار وبالفساتين بتجي هيك مفتوح هون فيك تروحي جوسكا ان سوتوار بتقدري اما شيء غادي يكون شيء بيسكر شوي على الرقبه بيكون كثير حلو خصوصا اذا رقبه طويله اوكي هون هلا هيدا اللي اخترته هيدا اللي اخترناه هيدا اللي اخترناه وكانت لبسته هلا بتشوفوا الفل هيدا بس انتبهي باتول كانت لبسته مقتنعه فيه ومبسوطه فيه ومبسوطه فيه وحاببته ايه هلا حبت الاول بس انه ايه 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 وكانت كثير حاببته لقلك أوكي. ليه هلا يمكن ما لحقنا الوان بهون بس شو لحقنا الورد تاع الفستان يعني على طول كان عندنا هالرابل بس غريب هالكلر يعني انا يمكن بحتار مثل ريتا از الوان بختار فيرست سيت مع الدرس مظبوط هون فتت بالجولد فتت بالجولد بس بالعكس الجولد بالجولد حلو بالالوان انه مايا عم بتقول كمان انه ستايل تبع الميك اب اذا بدها تعملها شيء برونزي فاذا هي بدها تحط اكسسوارات بهيدا اللون بيلبق الجولد على اللون الازرق تبع ما بعرف ليش اخترت الجولد لانك في الجولد عشان الجولد حيمشي مع لون بشرتها اذا بدك من بعيد ما حتحسي في شيء هذه مثلا اسواره في شيء هذه حتشوفي بس الفوق عرفتي يعني على سكين تون قولي بنمشي وبالالوان كان ستايل هي فايته كانت رومانتيك ستايل فيري جيرلش كيف انت كنت بدك شيء ستيتمنت يعني كستيتمنت جولري فوالا اوكي هلا هيدا يلي انا كنت لبسته اكشلي هيدا هو هلا انت بتعرفي انه انا ام فيري كلاسيك اولويز ان بلاك يعني ذيس از ماي ستايل ذيس از مي بلاك ايفن بقى كثير انبسطت وقتها شفت شيء فيري كلاسيك وانا بعدي بقصه الست كثير بحب الست هلا يمكن في كثير عالم بيحبوا بس اسواره وحلق انه نكون ترندي اكثر انا ام فيري كلاسيك وهون كان ماشي اكزاكتلي مع القبه تاعت الفستان yes. بس للبلاك دراس يعني الفستان الاسود ليش ما دخلت شوي لون يعطي حياه هلا فيكي كان فيكي بس هلا انا هون ات واز بيرسونال تشويس باي ذا واي اوكي بيرسونال تشويس انه عشان ادمني كلاسيك بحب كل شيء ساده اي دونت لايك انه على حالي انتبهي يمكن لغيرك مع فستان اسود لغيري ايه اكيد لكن تلونت بتعرفي بس انا عشان بتعرفي هلا عيوني زرق
ما بحب ارجع احط مثلا لون انا حد العيون وحد لون اي دونت لايك، على طول بحب انا ماكسيمم يكون علي لونين. أوكي. انا شخصيا بعرف كل واحد عم نشوف بالصوره كمان. هلا هون كان الفاينل لوك، هلا هون عندك الفستان كان مبين، هلا الصوره ما كثير واضحه، يا ريت كانت واضحه، بس ببين انه العقد جاي بشكل في فوالا. هلا الفاينل تاتش تاعت الايفنت وقت عم نحكي ريد كاربت، على طول ما لازم ننسى كيف بدك تجي على الايفنت وكيف بدك تروحي على الايفنت. هلا انا اكيد على طول بحب انه يكون في توصيله، عرفتي؟ التوصيله هون نهتم كثير عشان ما يصير في لبكة على اخر تكه، اذا حدا مثلا شربان ما تشرب وتسوق، بتعرفي كيف بيقولوا يعني؟ بصير في مشاكل يعني، بصير في مشاكل، بقى دغري بنكون نحن حاضرين جاهزين عارفين يعني. أوكي. كل شيء بيكون مبكل. مايا شو بتشوف الميك اب اللي بيلبق اكثر على مثلا مثل كانت عم نشوف بتول كانت لابسه بالاسود وشعرها اسود، شو نوع الميك اب اللي بتشوفه دارج اكثر لهيك نوع ثياب؟ لهيك نوع ثياب اي جو فور ذا وينك اي لاينر اي والريد ليبستيك بتبرز لها اكثر تلوين وجهها. طب مايا هلا الثوب باي الوان عم نروح بفصل الصيف بهالموسم؟ فصل الصيف بنروح للالوان الكولرفول اكثر، يعني عم نحط اوقات عم نستعمل الاصفر على الذهبي جاي مع الشفاف البينك القوية، عم نروح اكثر على البيتش كولرز كثير بيلبقوا خصوصا للبشره البرونزيه، كثير بيلبق للبيتشي كولرز كثير وعم نشتغل اكثر يكون في جلو للميك اب، يعني ما بقى عم نسمي كتان و ناتشرال بيوتي. ناتشرال بيوتي بكون في كثير دهارات، فبنكون مثلا السيده بتكون مستعجله واجمالا بتكون بتحب انها تجمل حالها بالميك اب، فينا نستعمل شيء خفيف مثلا خصوصا انه البشره صارت برونزيه، فينا نحط اي لاينر ماسكارا ونستعمل مثلا احمر للشفاف مثلا روج ليف من غير ما نكثر اكثر. مزبوط مزبوط، من دون ما تكثر، واكيد بدها تاخذ بعين الاعتبار انه هي فصل الصيف رح تكون حاطه اكران كل الوقت على وجهها، فرح يكون في فرق بين وجهها وبين جسمها، فبدها تنتبه على البرونزينج باودر، تستعمل البرونزينج باودر لوجهها. كمان مايا عندك تقنيه خاصه لابراز الشفاف، بلكي بنحكي عنها؟ يس بالمايكرو بيجمنتيشن. اوكي. بنشتغل انه نرسم شفاف بطريقه بنعبيهم مثلا من هون، انا عندي طريقتي، وبنفتح بقلب الشفاف، بستعمل حتى بوصل اوقات استعمل اللون الابيض لقلب الشفاف. اها بس ما ببين يعني، نحن بنخاف انه اللون الابيض رح يبين. لونه كلهم بخاف. هيدي للشفاف الصغيره؟ هدول للشفاف تعطي فوليوم؟ تعطي فوليوم. فيك تستعمل لونين بنفس الوقت مثلا للتم مثلا تجمع بين لونين للشفاف؟ مضبوط كمان. بس هلا اصلا ما بقى دارج الكونتور المحدد لوحده، فبتحسي عم نفوت بالحدود الخارجيه لجوا. اوكي. وبنفتح بقلب ال بقلب الغوش عليه مثل الصوره. مضبوط كانه هذا المايكرو بيجمنتيشن هون بعدها خالصه، يمكن السيد اذا ملاحظ اللون قوي صح؟ ترو هيدا بعدها اميديتلي دغري. اوكي حتى اذا ملاحظه الكيوبيد بو من هون حتى معدلت لها فيها، فينا نعدل فيها كمان ومظبطت لها اللون، اللون اكثر على كوغاي. ليه؟ لانه شفافها زرق، دائما بدنا نستعمل الوان الاورنج وال مزبوط كرمال نكسر الزرق يلي بالشفاف. كثير دارجين اللون الغامق مايا، ممكن يصغر او يكبر الشفاف اجمالا حسب وين عم بتحطيه، هي لعبه اضواء، لانه ال3D لبس انا بسميهم هي لعبه اضواء. أوه. يعني حسب وين عم بتغمقي وين عم بتفتحي. بدنا نستعمل دفنتلي. اوكي بنكفي بالصور هون مور ناتشرال يعني. هيدول هيدي ثالث نهار اول صورة وبعد 7 دايز. بعدها بنفس الصبية. ايه ايه ايه. اه اوكي. 7 دايز. ايه. هيدي بعد 7 دايز يعني كانوا هيلد. اها. يا. كثير بشكل طبيعي يعني ما بيقدر حدا يعرف انه عامل شيء لشفافها الصبية. كمان لحواجب بهالصورة. الهير ستروكس. هدول ال 3D ايبروز، هدول الهير ستروكس، نشتغل انه نعطي افيه شعرها شعرها. وكثير دارج انه الحواجب بيكونوا عراض كمان. ايه هلا دارج بس كمان حسب الدارج، يعني ما فينا السيدة بتجي شو بيلبق لها بالنهاية. اتس نوت ذا ترند، اتس يعني هي شو بيلبق لها. شكل الوجه شو بيلبق له. هي غير طبيعي. صورة عم نشوف كيف كانوا الحواجب بأول صورة كيف صاروا. مضبوط زادتهم مثل شعر طبيعي. مضبوط. بس بهالتقنية مايا لازم يكون في شعر، في سيدات شعرهم شعر حواجبهم كثير خفيف. ما ضروري، ما بعرف إذا قطعت صورة قبل شوي
ابدا ما في شعر، ما ضروري. سو فينا نرسمهم شعر، بس الفكره انه بدها ايه، بس بدهم مينتننس اكثر من التاتو العادي. طيب شو بالنسبه للون قد ايه بيكون ناتشرال الكالر؟ واذا سيده عامله قبل ممكن تصححي تعدلي باللون؟ عاده ما بصحح. آه، لانه أوكي. يعني بتفضل تكون انت عم تبلش تعمل التاتو احسن. مزبوط، اكيد يعطي نتيجه افضل يمكن كمان. ايه يس. مايا شكرا لكل هالمعلومات والستايل الميك اب اكيد اللي شفناه، ان شاء الله كل السيدات ياخذوه هيك بعين الاعتبار كونوا اخذوا فكره شو داريج. ثانك يو سو ماتش. بتول باقيه معنا رح نستفيد كمان من خبرتك كخبيره صوره، رح نستقبل مصمم الازياء جان شارل زكريا لنتعرف على اخر مجموعته، وهيك بناخذ شوي منك. شو رايك حبيت ما حبيت؟ بريك وبنرجع. أولادي أغلى الناس على قلبي. بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعا للألم، أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك، جرب بانادول جوينت لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جوينت، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. 40,000 ريال، مبروك يا أمل. حرمت منكم. الله يخليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألف مبروك يا ناس، إيش بتسوين فيها؟ بالله والله بتتكلم بجد؟ والله أنا مش مصدق والله. ويمكن أنت تكون الرابح. اربح حتى 10,000 دولار يومياً. أرسل كلمة إكسترا للتأهل اليوم لربح بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ونينتندو وي. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو غجوة لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. العناية تتطلب القوة، وأحيانا تتطلب بانادول. بانادول إكسترا يحتوي على مجموعة مكونات ثبتت فعاليتها طبيا في مكافحة الآلام الحادة. العناية تتطلب القوة. بانادول إكسترا. احنا الدنيا، احنا اللي بنجرح ونخون بعض، احنا اللي بنندم على كل حاجة حلوة راحت بينا عشان ما ندوس على بعض. اني حطيت راسك في الطين، بس ورحمة ابويا ما كنت اقصد اعمل كده ابدا. هو في مشكلة ولا ايه؟ الدنيا دي زي ما بترسم الضحكة في ثانية بتقلب وشها في ثانية من غير ما تاخدوها. بعدين هو في حيوي بيفرق جنابه على الخان؟ فكر بتاعنا ده يبقى حط ايده على حاجة بتبقى بتاعنا. بعتتك شوية الفلوس اللي معاك دول يعملوا لنا بني ادمين، احنا مالناش داعي عند حد. ايه يا عم بتكدب عليا؟ ترفع مات على ابوك طبعا. يا جيد دي بنت شمال، ما تتكلمش عنها كده يا سيد. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت عارفه رزاق بيسموها ايه؟ خلاص. طبعا الحرام يا نصر، لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه في حياتك. نصايح مفيدة، أخبار طبية ومعلومات كثيرة، متخصصين بكافة المجالات، استشارات مباشرة على الهواء. شو المفيد وشو المضر للصحة؟ أي نوع رياضة وأي علاج الأفضل؟ أسئلة كثيرة بنطرحها بحياتنا اليومية والجواب بس عنا. أكيد عنا، لأن صحتك بتهمنا. لقينا كل يوم وصحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. أقصى الفؤاد يا حبيبي. ليه دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه؟ انا بعتبره قمه الرومانسيه.
بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع فيه مع اصحابنا وخلص. الاحد الساعة 7 المساء على ال بي سي. خايف يا امل؟ حاسس حالي ماشي بطريق ما بعرف لوين بيودي. جات عيونك ليطلع وتدفنه هذا وعد. لا بيشبر بوشه ولا حدا جمع عليه. شو لازم نعمله؟ العراب في رمضان على الال بي سي. عيشوا معنا معنا رمضان. رح ندخل مباشرة إلى عالم الموضة والأزياء وبنستقبل مصمم الأزياء جان شارل زكريا. أهلا وسهلا فيك جان شارل. هاي ساشا، كيفك؟ هلا موسم جديد، كولكشن جديدة بنحكي عنها ونشوفها بهالفقرة، وبتول كمان نرجع بنحييك عن جديد. أهلا وسهلا فيك. شو يا جان شارل، خبرنا عن هالكولكشن، كيف اشتغلنا عليها؟ ولا هالكولكشن فوتتني بمود الصيف بقوة هالسنة. اسمها كلاود 9 هالمرة. وعن جد اتلفتس، يعني اتلفتس يو اب لفوق للسما. قد ايه سمعت غنية براين ادم نمبر 9 لتعيشها؟ كولكشن فيها 9 فساتين من ضمنهم برايدل دريس والجامب سوت. الالوان اللي استعملتها هي الالوان الصاخبة القوية من الفوشيا الاصفر الاخضر. هلا رح نشوف 9 دريسز صح؟ بس هي اكثر ولا بس 9؟ لا رح نشوف هلا 4 دريسز. 4 دريسز بس هي كولكشن لأكثر اللي تصوروا منها هالقد اللي تصوروا. رح نشوف صورهم. في كونسبت، في تيم معين اشتغلت عليه؟ اكيد. هو الكولكشن التايتل اسمه كلاود 9. هو التعبير المجازي اللي على طول بنقوله لما نكون حاسين حالنا باكستريم هابينس اذا بدك. فالتيم كان لاحق شوي الطبيعه بالقصات تبعه بالالوان، لانه كان التصوير اوت دور كمان بجزيره اذا بدك مع مي. هيك كان المود يعني للكولكشن. exactly. بلشنا نشوف اول تصميم للعروس، خبرنا شوي عن هالدرس جان شارل. العروس السنه كثير كلاسي وسكسي بذات الوقت. الدرس ابيض، يعني ترو وايت مش اوف وايت يعني. أوكي. وما عليه شك، عليه ورد بالاحرى، والورد في عليه شويه شوارفسكي لانه السنه كثير ترندي الورد. فحبيت ادخل بكذا ديزاين الورد. ثاني صوره عم نشوف كمان في دمج بين الالوان، بين الاسود وبين الفوشيا. عاطي بالصوره، لا ثاني صوره هون العروس عم نشوف بهالتصميم اللي كله ورد، الشكل كثير خفيف. وعم نروح لفساتين السهره. هيدا الفستان كمان فوات كومبينيشن بين الاسود والفوشيا. وفيه مثل اغصان الشجر اذا لاحظت عليه الديزاين. بيلحق شوي الكونسبت والتيم تبع الطبيعه. شو بتقول؟ خبرينا شوي عن ال سرحت هيك بخيالك بتقول ورحت لهونيك، حسيت رحت للجزيره ولا شفتي؟ لا ام امبرست عشان كثير صغير اكشلي. اوكي. كنت جوا عم نحكي انه ايه، سالت انا ام امبرست بهيك شغل. قد ايه بدأ بالشغل بتقول؟ ايفن كامج كونسلتنت يعني، مش كيف ما كان هيك حبينا القطعه، بس بتدقق شوي طريقه شغله وتنفيذها. شوفي انا اكثر شيء بدقق صرت كيف بنقول بالقصات، اكثر ما انه شو الديزاين عليها، شو ما الديزاين ايه، شو بدي اشوف الفستان، شو انا عايزه فيها الفستان، اذا من هون بكبر من هون بيصغر من هون ايه، ما بشوفه كشقفه وحده بتقول لوك. كمان هون في الكروب توب والتنوره اللي هن كثير شيء ترندي كان السنه، لانه بيصغر الويست وبيعطي كمان إيلان للسيده اللي لابسه. اوكي، اعتمدت الشك شوي بهالكولكشن جان شارل. اكيد الشوارفسكي الحجار اكثر من الشك. حبيت ادخلهم هالسنه.
اللون الأصفر كمان كتير حلو، يعني بيذكرنا بالطبيعة بالفلور. وسيد الألوان اللون الأسود أكيد اللي ما فينا نطلع منه ولا كولكشن فينا نستغني عنه الأسود. شو الأقمشة اللي استخدمتها بهالمجموعة؟ هلا ثلاث أرباع الدراسز فيهم الموسلين الحرير يلي هو بتصير مثل ما بنشوفه، وكمان في الساتان الحرير، لأن أنا بعتبر إنه الدراسز الموسلين والساتان شوي قرب على بعضهم كبريزوموا يعني بالأقمشة. وأكيد في التول يلي ولا مرة بنظهر فينا نستغني عنه، التول اللي هو شعر. بس لأنه بعتبر إنه الجاون هو بالنهاية قماش، يعني قد إيه بيكون القماش تقيل قد إيه بيكون الجاون عاطي تقل على السيدة اللي لبسه. وحتى عم نشوف بصور كمان جون إنك اعتمدت أكثر على الفساتين الطويلة، وإجمالا هلا الإطلالات بالنجمات بالريد كاربت كثير بحبوا إنه الفستان طويل بيعطي ألور، بيعطي كثير إليغانس للمرأة، بيبين لها كثير يعني جسمها وبيبين كل شيء حلو. يس رح نبلش مع أول تصميم لايف بنشوفهم مش بالصور، ونعلق على الدراسز جون شار. هذا اللي شفناه بالصورة لا بيشبهه ولا هو زيته؟ لا هو زيته. أوكي خبرنا شوي كيف اشتغلت عليه الخاص بالعتيق. هذا الكوب سيران، كوب سيران اللي هو كمان ما فينا نطلع منه بالكولكشن. الفراك اللي على الخصر كمان كان شغله كثير دارجه. اذا لاحظتي على الصدر في مش الدانتيل، هو الدانتيل المنشف، يعني حطوا له برودكت ليصير يعطي مثل جلوي شوي. اوكي هلا هو اطول شوي من تحت، فيه زيت الساتان من فوق موجود من تحت، زيت نوع الدانتيل. ورا في دونتيل كمان تمام، والظهر كمان حبيت يكون ستريت مع البابيونه من ورا، كان لازم يوقفوها اكثر. بتقول شو حبيب قلبي كله كثير حبيب قلبي كثير بحب الظهر هيك. هلا انت بتلاحظي وقت برمت بتحسي طول يس وماشي كثير حلو. يا حييك ماذر اند دوتر يس احلى شو كيوت، هي احلى شيء يعني بالكوليكشن انه نشوف الماذر والدوتر لابسين نفس الشيء. يا لوك هيدا انتي جيزا شان اشتغلت كمان للام وبنتها كمان، لانه كثير دارج الماتشنج بين البنت والام. مثل ما لاحظ الورد اللي كثير كان دارج كمان. حبيت فرجة انه البيبيز حتى فيهم يكونوا لابسين تول كوتور مع حرير مع شيء كثير اوت اوف ذا بوكس يعني. وهيدا اللون كمان حلو وهيدا مضبوط، بس بنشوف كثير الوان دارجين لهالسنه، يعني اجمالا كل الالوان بيكونوا دارجين مثل الفوشه، شفنا الاخضر شفنا الاسود، بس شو هو اكثر لون طاغي لهالسنه برايك؟ لكن ما في لون واحد، يعني بالنهايه كل سيده بدها تلحق لون بشرتها، بدها تلحق شو الالوان يلي بتلبق للون عيونها امرار للون شعرها، يعني في كذا عامل بتلحقهم السيده لتنقي اللون المناسب لها، عرفتي؟ بالنهايه كل الالوان ما بتضطر مدتهم، بس في لون بيطغي على لون بموسم، عرفتي؟ يعني انت مزجت كثير الوان من الطبيعه بالكوليكشن تبعولك، شفنا الاصفر الاخضر الفوشيا، وكمان مزجت معهم الاسود اللي هو شيء طلع كثير حلو بالكوليكشن. بتقول قديش مهم سيدة يعني تعرف البادي تايب الخاص فيها لا تختار فستان قد ما كان حلو بس على جسمها يمكن في ديفو معين. مزبوط. اصلا في ان بروفيرب ان فرونسي بيقول لك انه قد ما الفستان يكون غالي اذا ما لابق على البادي تايب تاعك تبسط ما له قيمه. ايه ما له قيمه ابدا. ما هي اكيد كثير مهم، وهيدي اول شغله لازم كلنا نعرفها. هلا شوفي هلا تقريبا كلنا كل النسوان كلنا بنعرف وين عندنا ديفويات. يس عرفتي؟ بس ذا اكزاكت بروبورشن هون بتصير شو؟ ما بنعرف اي فستان حيجي يخبي لنا هالديفويات، بس نحن بنعرف ديفوياتنا، انا بعرف من هون ومن هون ومن هون، عرفتي؟ هو شو لازم نعرف؟ نعرف كيف القصه اللي حتخبيني وين انا بدي اتخبى. القماشه بتلعب دور غير القصه؟ شوفي ايه كثير، والقماشه كثير، مثلا هلا وقت شفتي عند ريتا القماشه من تحت الهيد للتول النازل بتخبي بتخبي كثير. هلا مثلا لو ساتان كيف هو هلا كان فستان الاسود اللي مرق هون بدك بيرفكت بادي ايت لانه ببين كثير عشان جاي ضيق وكامش ما فينا ما هي 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 على طول بالكوب سيران وبالجمبس وخاصه بهول اثنين بده سيده جريئه اكثر من غيرها لانه هدول القصتين اللي كانت سيران او الجمبس بقسم الجسم مثل ما هو. سو لاي سيده هيك ببالك بس تكون عم تشتغل هالكولكشن؟ هلا هي هسه هالكولكشن ثلاث ارباعها كانوا الفساتين الفضفاضه يعني الواسعه، بس على طول في بالكولكشن دراس او تو دراسز بيكونوا اكثر شوي جرأه من غيرهم. سكسي دراسز. اكزاكتلي. اوكي. حلو اللي شفناه كمان للام كتير. وبنتها حبيت هذا شيء جديد عملته هلا بالكولكشن لللاين الجديده. رح نشوف بعد عرض فستان من تصاميمك جون.
اللون الاصفر كثير كثير حلو. جون خبرنا شوية على هيدا الفستان، كيف اشتغلت عليه من فوق؟ عم تقول لنا انه اشتغلت سواروفسكي كمان. مظبوط، هيدا كله لسواروفسكي، لانه كمان السواروفسكي عن غير حجره دغري بتبين، ونحن بالهوت كوتور ما مفروض نستعمل غير السواروفسكي، والمسلم من تحت حتى حرير. مزج الالوان بين الاصفر اللي هو بال بتحسيه الباستيل الاصفر والسواروفسكي كثير عطى كونتراست حلو. وقصة التنورة يلي هي قصيرة من قدام لحدود الركبة يعني والطول من ورا، كمان شيء كتير أوريجينال حسيته بيطلع مع الاثنين. بتقول لما بتشوف هيك فستان لأي نوع مرة بيتناسب أكثر، قصيرة طويلة؟ شوفي الريكتانجل، الريكتانجل هي بتكون من فوق ومن تحت زيت القياس، بس الخصر ما كتير مبين. اوكي، هون مع الشغل هاي تاع الخصر حتعطيكي فيجوال افكت انه في خصر. مارك على الريكتانجل انا بشوفه لهالبادي تايب. سو كل سيدة لازم تعرف البادي تايب تبعها لأي سبب. اوكي موضوعنا معك بتول، واذا الباليت، باليت الالوان، باليت الالوان كمان لازم نعرفها. قديش بتدخل الوان بالكولكشن جان شارل؟ واي فستان عجب السيدة ممكن ينعمل على غير لون؟ اكيد هيديك بتصير كاستم ميد. أوكي. حتى بذات الدرس فينا امرار نعدل فيه. لانه مش كل السيدات فيهم يلبسوا كل القطع يلي بيطلعوا على الران واي، لانه اصلا بيكونوا كثير اكستريم او ارتستيك امرار. أكثر. امرار بدك تبطنيهم، بدك تزيد قماش، بدك تفتحي من محلات، يعني التعديل بالدرس ضروري لكل سيده بدها تلبسه ليصير معمول لإلك كانه، عرفتي؟ اوكي. كمان خبرت شيء معين هيك للعروس لل 2015، كيف شفتها العروس؟ شفتها بالكلاود ناين. لا العروس اوف وايت، او بدي اقول لك انا شايفه كلها بالابيض. العروس مش الاوف وايت، فيري نايس، كثير حلو. هيدا الشك تبع الورد معمول على القماشه. مظبوط، مش القماشه من الاحتياط. لا هي الورد معمول على على التول، حتى هلا بس صبروا بنشوف من ورا الظهر كمان عم نشوف الستايل كثير ناعم جون، لانه مسكر القبة من فوق. ايه مظبوط. كم فستان عرس كان؟ كان في ثلاثة بس احنا مصورين واحد هلا، مع يعني شوي برجع بنزل الثاني. في كوب سيران؟ ليك السيران، السيران هو شغلة كثير حلوة تنلبس كمان، ولانه كمان السيران بعتبر بده سيده طويله وكمان جسمها كثير يكون حلو كرمال تقدر تلبس سيران، خاصه نهار عرسها، لانه بتعرفوا العروس نهار عرسها يعني بالنسبه لها اهم نهار، بدها تبين فيه احلى 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 شيء، فبدها تكون عارفه تنقي الدراس يلي بيرفكت فت عليها نهار عرسها. كمان السيده البرونزيه شو بيلبق اللون غير الاوف وايت؟ بنشوف اللون الابيض هيدا الفاقع بيعطي كثير جمال وبيحلي، بيعطي كونتراست مع السماء، بيعطي كونتراست. مزبوط. اوكي ما فت بالالوان الاوف وايت او غير سوق؟ لا السنه الماضيه كانوا الدراسز اوف وايت العرس، هالسنه بيور وايت. بيور وايت يعني كلاود بيضاء مش يعني بحس انه فتت بالتين للاخر. عايشة عن جد، تصاميمك كثير كثير مميزه وفيها كثير ابداع وفيها ذوق كثير كثير عالي. عن جد بنتشكرك كثير جون، بنتمنى لك كل التوفيق. كمان بتقول حابه تقول شيء اخير؟ بتعرفي انا بدي اتشكر لك يلي كثير عزبتهم، بدي بلش بتوني ورد وبندوى الاور، وبدي بلش ب انطوان حكيم وايفون تشفانك جون يلي كثير كثير عزبتهم بخصوص البودي تايب وماي بودي تايب، وعن جد بتشكرهم كثير، واكيد ريتا وشاربل عشان خلوني ورجي الصور. اكيد واحنا كمان بنتشكر، وانا كمان اذا بتسمحوا لي بدي تفضل هلا وقت الشكر. بدي اشكر الميك اب ارتست اللي عملت لي الميك اب وقت الكولكشن، يارا زكريا، والشعر كمال يا رزق، والفوتوغرافر كمان كفاح البلاني، واكيد سبونسر الميك اب اوفيس. ثانك يو جون شارل، شكرا لكم. ثانك يو بتول، ثانك يو جون. دقائق يفصلونا عن فقرتنا التاليه، بريك قصير وبنرجع لفقره فنيه بامتياز.
تخلي عمرك اوفر. عايز كوب اوفر ووطي. لما بعمل مع سموتي بحس اني انا احزن مع واحده صاحبتي. وانت تشكي وانت تشكي بس كنت شوفي بعد وانت كلام فظيع. يوميات زوجة مفروسة قوي في رمضان على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. ازياء موديلز واكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك. كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يوميا بكاتوك. اخر واهم التصاميم من عواصم الموضه بنقدم لكم اياها واكيد مباشره من الرانوي. كاتوك مشوار يوم العالم الازياء الجلامر والفاشن. So get ready for the ride. كاتووك يوميا الساعة 11 المساء على الـ LBC. ليالي رمضان ببيروت ستكون مميزة جدا. ما حدا بيشبر بوشه ولا حدا بيملي عليه شو لازم يعمل. كل ليله بتعدي علي من غيرك بتوجعني. انت الاهم عنا. عيشوا معنا، معنا رمضان. رجعنا لكم مشاهدين المتابعة بقية فقرات ببيروت، وكما قلنا فقرتنا بشتكون فنية بامتياز خصوصا بحضور ضيفتنا شانون قننجي الفنانة التشكيلية. أهلا وسهلا فيك شانون. بصح كمان معنا اسمها كثير حلو مزبوط، كنا عم نحكي هلا انه اسمك رائع. ميرسي. كمان بدنا نرحب بضيفنا المهندس المعماري تموز قنيزح. اهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. تسلمي. باش نبدا معك شنون، قبل ما نحكيو شوي على لوحاتك كمان رح ترسم لنا شيء هيك من وحي هالفقره، خلينا نحكيو شوي على بدايتك، كيف صار في انجذاب، كيف بلشت موهبتك، كيف بلشت تنجذب للورقه والقلم وترسم كل شيء عم يخطر ببالك. كيف بلشت؟ قصة شوي بتضحك. انا وصغيره ما كنت العب بالباربي وبال يعني بالبوبي وهيك، كنت العب بالقلم واتخيل انه هن بوبي. اوكي وبلشت حركهم. بلشت حركهم والعب فيهم وصرت حب انه فكره الاقلام وهيك، وصرت انه خرتش على كتب اخواتي وبلشت. في شخص موهوب من العائله هيك بحب الرسم؟ لا. ابدا. طب كيف نميتي الموهبه عندك شانن وتخصصتي بمجال انا هلا جرافيك ديزاين، فانه عم بدرس يعني من ضمن اكيد هالمجال. في يمكن مزبوط انه في رسم تشكيلي. ليش بلاك اند وايت اغلبيه الرسومات؟ بحس انه الاسود بيكفي لعبر عن شو عن جد بدي ارسم، يعني حسب المود اللي انت بتكون فيه. ايه دائما اسود. بس بس الاسود والابيض. ايه بس بحس انه بخلي انه الخيال للعالم هن يتخيلوا الالوان اللي بدهم اياها، وما بحس ما بتحب يعني بتحب المتلقي هو يفهم اللوحه ويعيش الالوان. انت بس بتقدميها بالبلاك اند وايت بالاسود والابيض. مزبوط. حلو. تموز نظرتك الفنيه لهاللوحات كيف لقيتهم او لهالتقنيه اللي عم تتبعها شانن؟ انا ماني بعيد عن الموضوع لانه انا ارشيتكت، بالتالي دارس ديسان ارتستيك وكمان شاغل بالاسود والابيض، وشغله حلو
شغلك كثير حلو. ايه موهوبه. كمان لما نشوف شانون رسوماتك او لوحاتك بنحس انه في قصه، في شيء، في مساج عم تجرب انك توصل لنا اياه، وكمان خيالك دائما موجود وحاضر. شو المساج هيك تقريبا اللي بتجرب من خلال رسوماتك انك توصله للمتلقي؟ بحس انه بعدني مبتدئه بالرسم، يعني بطلع على شغل غيري، في شغل كثير احلى من هيك، بس انه بقدر انه اعطي مسج انه اذا انا كنت صريحه وانست وعم برسم يعني من كل قلبي بقدر اوصل مسج للعالم. شخص يعني ما ضروري تكون الرسمه بيرفكت، يعني فيها تكون انه بس انه انا عم اعبر عن جد شو في براسي، وبقدر اوصل المسج. شو التقنيه بتتبعيها شانون خلال رسوماتك؟ اي تقنيه؟ تقنيه يعني شو، كيف بشو بترسمي؟ شو بتستعملي؟ اكريليك؟ بعمل بينتينجز وبرس، بس اكثر شيء بالقلم الاسود والرصاص يعني. بس مش صعب هيدا الشيء؟ بالعكس بحسه اهين بالنسبه لي، لانه انا كثير بحب اخذ وقتي وارسم ديتيلز، فبحس اذا بدي استعمل بينتينج او شيء ما في عن جد ركز على الديتيلز، انه بتطلع كثير هون من عم نشوف الصور. هون شو؟ هون على الحيط بالجامعة كنا عنا نرسم لهم. خربت الجامعة، خربشت عليهم. هون شو استوحيتي؟ شو هي هالرسمة؟ ما بعرف هيك من وجهة نظري. دائما بيسألوني هالسؤال و ما لك جواب، بس يعني أكترية العالم بيحضروا على الورقة إنه أنا حأرسم شخص هيك شكله، ويعني بيعملوا شوية انه بغيون اول شيء وبيرسموا. انا ما بعرف كيف حتطلع الرسمه، بس بحط القلم وبرسم. طب بهيدي الصوره مثلا، هيدي ما كنت عارفه انه هيك حتطلع. يعني ما بقدر اقرر انه انا بدي اعمل شيء خاصه بهيك، ما بطلع بكونسبت. ما بتشتاقي تشوفي لون باللوحه؟ كلنا ان شاء الله قريبا بدي بلش اعمل الوان. احيانا بيقولوا كمان الشخص اللي بيشوف اللوحه في قراءة بطريقته الخاصة، يعني عندها كذا قراءة للوحة، يعني كل شخص وكل قراءة للوحة هي قراءة صحيحة، يعني مش غلط، كل واحد يقرأها بطريقته الخاصة فيه. أنا هيدا الشيء بحبه، ما بحب أعطي كونسبت إنه خلص رسمتي هيك بتعني، بحب إنه خلي الشخص هو يترجمها مثل ما هو. طب بأي مود بتكوني بس ترسمي؟ بأي حالة؟ حالي مني بالعالم ال عن العالم، حالي انه خلص عايشه بالعالم تعولي. وبتكون سعيده يعني باي حال؟ بتكون مبسوطه، حزينه، بتمسك القلم بترسم بتعبري؟ اكثرية الوقت وقتها يكون حزينه بقدر اعبر اكثر، فش خلقي وبحس انه بالراحه وقتها ارسم. اها هلا شو رح ترسم لنا لليوم؟ لانه رح نطلب منك هيك من اجواء الحلقه الرائعة والمميزة هيدي. وإذا جاي على الاستوديو ما حدا عصبي، وإذا عم تضحك هيك ومبسوطة وفرحانة، شو رح ترسم لنا؟ إذا هيك ما حتزبط هذا أبدا. شو هيك حكفي رسمة أنا مبلشتها. أوكي. هي يعني عبارة عن بيلدينغز فوق بعض، كركبين ومش معروف وين السقف وين فهلا حكفي. يلا خلينا نشوف وين رح تخلص هالرسمة، وبنروح إلى عالمك الخاص تموز كله ابتكار ونظرة فنية. بعد الشغل الحرفي مطلوب اليوم؟ أكيد، يعني رغم أنه متراجع بالمقارنة مع 50 سنة لورا أو أكثر، لأنه اللي صاير أنه الحرف المنتشرة ببلادنا مش عم تتورط، يعني الشباب من جيل لجيل الشباب ما عم يتجه لها لأنه أرباحها محدودة وأسواقها محدودة، بس رغم توجهها الحرف عم تتقدم وعم تتطور، يعني عم يدخل عليها التحديث بطريقه كثير حلوه. بنشوف هالشيء بكثير من المجالات، يعني بدءا بالنول وحياكه السجاد، وصولنا للازاز المنفوخ، لشغل الصابون، لشغل الشمع، يعني عالم في مجموعه من الاشياء بعدها موجوده وبعدها عم تتطور، ما وصلت لمحل عم تتكرر. هذا شيء كثير حلو. صحيح. بضل بعده هالاعمال الحرفيه هي بتعتبر دائما نعتبرها اجمل هديه للسواح للمغتربين، بيحبوا هيك نوع من من الاعمال. تحف فنيه. تحف فنيه مضبوط. لها مكانه كبيره، ونحن بنعرف نحن عندنا محل بنبيع ارتيزانات لبنانية بشكل أساسي، وعندنا كمان عدة مصادر من غير من المنطقة وحتى على مستوى العالم. بنشوف إنه بعد بس يجي السائح، وحتى في ناس محليين بحبوا يهدوا هاي النوع من الهدايا، بدل ما ياخذوا حلو
او اشياء ثانيه. لانه قيمتها فيها اخذ وقت شغل، يمكن هيدي القطعه بتصممها وبتشتغلها تعمل قطعه ثانيه بتشبهها ولا ممكن تطلع هي زي هي اهميتها انه يونيك تطلع بس وحده مثلها. شو اكثر ابتكارات طلبا عم بتكون تموز؟ نحن ساهمنا، نحن محل اسمه هودج بين شارع الحمراء والجامعه الامريكيه بمنطقه الحمراء. ساهمنا مش بس بانه نعطي ديزاينز جديده، تصاميم جديده، حتى نظمنا معارض للحرفيين واطلقناهم بالخليج، يعني نحن عملنا اكثر من اطلاله بدبي، بابو ظبي، بالدوحه، وبالتالي في كثير ناس انفتح لهم اسواق لحرفهم وقدروا فتحوا حتى محلات وصاروا باستمراريه موجودين هون. وبنشوف انه عندنا تشكيله واسعه، يعني رح نشوف التشكيله مع بعضنا لانه جبت لنا تشكيله واسعه كثير. يعني اعمال مثل العاده كما نشوفها دائما، برجع بقول وبكرر دائما للمشاهدين، والا كل مره بشوف هالاعمال بتذكرني بالعمل حتى في تونس عندنا هيدا الشيء، في المغرب كمان، وكثير مميزين لانه عن جد السياح بيحبوا هيك اشياء واحنا بعدنا يعني عم نحافظ عليهم لانهم عندهم كما كانت تقول ساشا طابع شوي تقليدي ومميز. المفروض حسيتي انه يعني شغل تونس، هيدي الخبزة عليه ذاك الديركت تبع هيدي شغل لبنان ولا هودي الفينيقي التقليدي اللي هو كمان شغل لبنان للاستعمالات اكثر. هيدا شو؟ لا هيدي خزف شغل الخليل، هذا كمان كلاسيك تقليدي البلاط، بس هلا صاروا عم يعملوا منه صواني، عم يعملوا منه مرايات. اوكي، قديش في دقة وقديش في تفصيل؟ بياخذ كثير وقت هيدا الشغل؟ كله رسم يدوي، يدوي، وبيرجع من بعد ما يتلون بفوت على الفرن وبيحمل حرارة وبيحمل برودة وما بيروح على الجلي، يعني بصير مثبت. كمان في اشياء للسيدة انه فينا نستعمل هدوم اشياء، مثلا فينا نزينهم هدوم. صح بالضبط، بيتعلقوا فيهم اقلام، بنحط فيهم نستعملهم كمان، فينا نستعملهم فيهم اقلام. هي مثلا شغل تركية كثير حلوين، الالوان كمان كثير حلوين اللي بتشتغلوا عليهم. صحيح، وهذه مثلا شغل ايران كمان ابريق للمي. هيدا بتفكرنا قبل كنا بنستعمل ابريق لنشرب المي، ف بس بعده في لذة، يعني بعده في لذة بالضبط. كنت رح اقول شوي، هذا فخار خزف ايراني وهذا خزف تركي، هذا خزف تونسي، هذا خليلي، يعني في تشكيلة كبيرة. هذا قيشاني شغل الشام، شغل دمشق كثير حلو. هذا شغل اوزبكستان، يعني هذا لباس للرأس قديم بسموه هيد دريس، في منه بيتدخل له خرز وقماش وعمله قديمه وفضه. شو المواد اللي مستعملين اكثر؟ هيدي فضه، اغلبها فضه، وهذا قماش قديم، يعني منشال من اتواب قديمه وحتى ما ينكب بيتدخل بهال، مشان هيك قيمتهم كثير كبيره. ويمكن حتى سعرهم نوعا ما، يعني لانه عندهم هالقيمه ما بيكونوا مزبوط، تكلفتهم تكون كثير كبيره. هيدا شغل كمان كازاخستان، شرشف قديم كمان قياسه كبير، القماشه هيدا معمول بالايد، كل هيدا الشغل يدوي، هذا تطريز يدوي. بنشوف هودي شغل غرب افريقيا، عندنا الماسك في ذكر وفي انثى، وفي الطبل الافريقي التقليدي، يعني كازاخستان، لبنان، تونس كمان تونس موجوده هون، يعني عم بتنوعوا من كل، مش بس حتى من لبنان، يعني في تشكيله كثير كبيره من كذا بلد. اول شيء نعزز الحرف اللبنانيه، بعدين تنكمل التشكيله لاي واحد بحب يزور محلنا كمان، يشوف في تشكيله واسعه جدا كثير كبيره. كنا اذا فينا نشوف، فينا ناخذهم نرجع نشوفهم. ايه الى عليك افتكرت خفيف. لا بس خفيف هيك رح ياخذوا، بس حسيت ثقيل. لا لانه كثير السيده حتى ولو بيتها عصري، بنحس انه في كثير سيدات بيحبوا يعملوا يزينوا بيوتهم مثلا بهيك ستيل، بهيك اشياء مثلا تقليديه وكثير مميزه وعندها قيمتها. مزبوط، في كثير اكسسوارات شخصيه مش بس للبيت، يعني هلا بنوصل لها بعد شوي بس نشرح اكثر. ايه يعني ان كان هلا نحن عنا عن جديد غير اكسسوارات، يعني اكسسوارات يعني شخصيه مثلا، عقد، اكسسوارات للحلق، حتى زنانير، جزادين، يعني عنا نحن الديزاينر منى مهنا تشكيله كثير منوعه، مقيمه يعني بايطاليا، وكل اغراضها معروضه عنا بمحل هودج بالحمراء. عندها كثير تشكيله حلوه، وصار 30 سنه بايطاليا، وهنيك عم تبيع ثياب للطليان، يعني تخيلي قديش هي عندها فعلا ديزاينز حلوه ومبتكره.
رح نرجع لعندك ساشا، رح نكفي حديثنا كثير، التشكيله كثير مميزه والحديث ما شفنا مشوق على الاشغال الحرفيه مشان المركزه كثير نسيتنا وما كنا موجودين. شو شانن وين صرنا بالرسمه؟ فتت فيها انا مع انك ما قصرتي. شانن بنلاحظ ما بعرف ببعض رسوماتك مثل ما شفنا بالصور في كثير سلالم، يعني سلم دراج مزبوط. لوين؟ لوين رايحه فيهم؟ طريق. ليش؟ هلا انا مثل ما قلت يعني ما بعرف شو حيطلع معي بالرسم، واكثرية الوقت كثير بيطلع معي دراج، ما بقدر افسر ليه، بس اكيد لها معنى سايكولوجيكال يعني هيك بالعقل الباطني حسب في لازم ادرس سايكولوجي لافهم، بحسها كثير قريبه السايكولوجي لل ديفينتلي يعني بتعرفي هيدي احاسيسنا كلها بتكون مزبوط. بالعقل الباطني بنفجرهم بالفن. طيب شانن رح نبقى نحن معك، رح نشوف وين رح تصير الرسمه، عاده ما بتخزق الرسمه مثل ما هي بتبقى؟ لا مثل ما هي، لانه الا ما اتعلم شيء من كل رسمه و بتركها ذكرى يعني. ما بتحس حالك مثلا انه لا مش هيدا اللي بدي اياه، ما كنتش كثير مركزه، بدي شيء احسن، بدي ظبطها للرسمه مثلا، بترجع بتخزقها بترجع بتعمل غيرها؟ لانه وقت اكون عم برسمها كون انه عادي فايته فيها عم برسم، وبس انه اطلع على شيء ثاني ارجع لها بطلع انه ترجع بتطورها. ليه هيك كانت؟ انه بصير انه بشوف اشياء ما شايفتها بالشو عم ترسم. عشان مثل ما ذكرنا باقيه معنا، رح نشوف بعد البريك وين صرتي بالرسمه. تموز شكرا لحضورك معنا، وضلك هيك قدم اعمال حرفيه لها قيمتها. تسلمي. لو قد ما مرق وقت عليها، وشكرا لك، واسمك كمان كثير غريب شكرا لك وجديد يعني. هذا اسم اله قديم كمان له علاقه بالتاريخ والتراث، ما بنسموه يعني هو ذاته ادونيس. يس شكرا لك. شكرا تسلم. دقيقه قليله مع الاعلان واخر فاصل اليوم بلقائنا وبعد البريك الى عالم التصاميم، ولكن بتم السيدات خرج الموسم ربيع والصيف، شو هي؟ رح نتعرف عليها بعد هالفاصل. بترسم الضحكة في ثانية بتقلب وشها في ثانية من غير ما تاخده بالك، بعدين هو في حيوان بيفرق جنابه عن خانه. فكرت تعمل ده لما احط ايده على حاجة بتبقى بتاعته. بعد تفتكر شوية الفلوس اللي معاك دول يعملوا بني ادمين، احنا مالناش ليه عند حد. ايه يا عم بتنتف عليا؟ بتنزل مرته على ابوك؟ طبعا انا جاي. دي بنت شمال، ما تتكلمش عنها كده يا سيد. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت عارف الازايك بيسموها ايه؟ خلاص. حرام يا نصر. لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه في حياتك. الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه، انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع فيه مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعة 7 المساء على ال بي سي. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس. من عرمون علي. من بيروت. بدي اعمل طبخة بتصور انها جديدة.
حبيبي انت انت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفي. والله شغلة حلوة. من المفروض انه الانسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على الـ LBC. صحة ونصايح مفيدة، أخبار طبية ومعلومات كثيرة، متخصصين بكافة المجالات، استشارات مباشرة على الهواء. شو المفيد وشو المضر للصحة؟ أي نوع رياضة وأي علاج الأفضل؟ أسئلة كثيرة بنطرحها بحياتنا اليومية والجواب بس عنا. أكيد عنا، لأن صحتك بتهمنا. لقينا كل يوم وصحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. خايف يا أمل، حاسس حالي ماشي بطريق ما بعرف لوين بيودي. فيات عيونك ليطلعوا في دفنه ودوعت. لا بيشبر بوشه ولا حدا جمل عليه شو لازم يعمل. العراب في رمضان على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. مع تصاميم خاصة بموسم الصيف، البحر وغيرها، مع ضيفتنا المصممة جلدة خوري. أهلا وسهلا فيك جلدة. بونسوار. بونسوارين. وأكيد شانون مركزة هلا، مركزة ما بنعرف وين صارت بالرسمة. يعني جلدة خبرينا شوي عن تصاميمك، شو بتشمل؟ مالو هي براند أسستها من سنتين، بتشمل بلشت هي بالمنشفة الخفيفة يلي بتنشف بسرعة، بيكون وزنها 200 جرام، وصرنا نكبر تا شملت سمر كولكشن وبليتو هوم كولكشن، وعندنا مجموعه كبيره من الصابون. بس لنذكر انه سبق وكنت ضيفتنا بعده حلقات، بس عم نرجع نذكر شوي بملو لكل المشاهدين اللي انضموا لنا لاول مره عم بيتابعونا. عم نشوف أوكي. هون شو عم نشوف؟ هدول هلا كولكشن هيدا السمر الجديده. عندك هدول بليتو المخدات للبحر. عندك كل شيء شابويات للبحر. في هول الكيتس كولكشن يلي فيك تحطي عليها انت، تظبطي الاكسسوارات عليها. ونحن بنعمل كمان كاستمايزيشن، بنزيد الاسامي وحتى بتنقي اللون، وبنقدر نعمل لك الموديل اللي بدك اياه، يعني كله فيك تصمميه. وحتى صرنا عم نكتب كمان على الصابون. مزبوط. هيدا كله من الصيف، يعني من وحي صيف. اوكي. حتى كمان الصابون عملنا اشكال كثير، عاملين كذا ديزاين للصابون. ديزاين للصيف، لكل شيء مناسبات. والصابون مزبوط. والروائح كمان كثير مختلفه للصابون. شو هي اكثر شيء؟ هلا ما كثير لانه كله طبيعي، بنستعمل كل الاسنس طبيعيه، فالروائح منا كثير قويه. اكثر شيء بنحط ليمون و جسمه. ايه يعني كمان. ايه بس كل شيء هيك شوي مركب ما بنستعمله. انت بتفتكر كل هدوم التصاميم؟ عندنا اتوليه. ايه بس عندنا اتوليه للصابون، يعني كله بينعمل باتوليه، يعني نحن عندنا اياه مش معامل. قد ايه بنشوف اشكال جديده بالصابون وافكار جديده كمان موسم لموسم جلده؟ كثير يعني المفروض نضلنا عم ننوع، وبتعرفي يعني السوق انه فيه كثير منافسه، فدائما كل شهرين ثلاثه بنجدد شكل، بنجدد فكره دائما، يعني عندنا قصص جديده منزيدها، فينا نحط بقلبها ليفه من جوا بتصير بتستعمليها دبل، يعني صابونه جيفت كمان ممكن نستفيد يعني. ايه خصوصا هلا الاسامي يعني عملناها كرمال الجيفت، سوفينير للولاده اذا عندك عرس، بينعمل هيك بارانجمون مرتب. ايه كمان كله بتنفذوه؟ مزبوط. يعني وكمان الوقت، يعني ما بدنا كثير وقت، مش انه عندنا ستوك نحن بنعمله، بتنقي اللون اللي بدك اياه، الشكل بدك اياه،
بتاخذ معنا 3 جماع وبنكون عاملينه. وهيدا المجال فيه شويه تطور، يعني كيف بتتطور وغير الصابون غير المناشف غير الاشياء اللي كنا عم نشوفها، عم تفكر تعمل غير اشياء جديده بما انه كنا عم نقول انه المنافسه كثير كبيره بالمجال؟ يعني نحن دائما بنسمع شو طلب الزبونات، طلباتهم الجديده، ودائما بدنا نلحق الترند وكل شيء بالسوق، يعني ما فينا بدنا نضلنا عم نجدد. يعني انا نحن بلشنا بمنشفه، صار عندنا هلا رينج بسنتين كامله مكمله، صاروا بينطروا اي ديزاين وعن جد هيك بصير. طب جيلدا، بتحس بموسم الصيف يعني بتكثر المبيعات اكثر او بتجددوا بالتصاميم اكثر، بتوسع الطلبيه المجموعه؟ اكيد يعني اكيد الموسم الصيف يعني اكيد كثير، يعني ايه دائما بيكثر الطلب وكثير الناس بتحب الالوان، بصير انه يعني ما فيك بدك في عندك انه اسينشال للبحر بدك يكون عندك اياهم. يس، بالشتا شو بس صابون عم نحكي ومناشف؟ هلا الصابون ما بيوقف يعني كل السنه، وخصوصا بالصيف بصير في عندك اعراس اكثر، معازيم اكثر، سو هون بيلعب الفارق. بس بقيه الاغراض بالصيف هي كثير مطلوبه. ايه وللشتا بتحضروا غير اشياء مثلا؟ ايه مزبوط. بيكون في غير كوليكسيون بتحضرها، بتشوف اشياء غير؟ مزبوط، بيكون في تقريبا الحريمات، الروب دوبان، السميك بيكونوا اكثر، المخدات للبيت، يعني بيكون غير شوي كوليكشن، والوانها اكيد مش هالقد بتكون فلاش فرحه وفرحه. طب جيلدا، انت بتنفذي كل هالامور ولا بتصممي بتطلع الفكره ببالك وفي فريق عمل بينفذ لك هلا؟ لا اكيد في فريق عمل هو بينفذ، يعني انا بستوحي وبشوف شو طلبات الناس، انا بنقي الالوان، بقرر شو بدنا نعمل، بس مش انا بنفذ، يعني في فريق عمل هو بينفذ في بالخياطه وبالصابون نفس الشيء. والتطبيق يمكن كمان، ولانه ايه والصابون شيء مش هين ينعمل يعني، ودجا نحن بنعمله يعني باتوليه على الايد خاص، فايه في حدا خاص بيعمله. تعمل اشي على الطلب اذا في سيده مثلا حاولت انها تعمل شوي تعديلات على المنشفه او على نوع من التصاميم اللي كنا عم نشوفها، مثلا بتغير لها اياها لشابو مثلا تبع الاولاد الصغار، مثلا اذا حبت تغير الالوان الديزاين، في هيك شيء؟ ما هو كل كونسبت البراند انه هي بتجي بتنقي اللون والديزاين العمر يعني هذا هو الكونسبت. هلا في قصص بالستوك دائما، بس انه اكيد خصوصا اذا بدها تعمل ماتشنج هي وجوزها واولادها بتلاقي يعني بنعمل لها اياهم يومين ثلاثه بيخلصوا. هلا طلبيات الكبيره للاعراس والمعازيم بدها جمعتين بس انه مش اكثر. خلينا نقوم انا وياك على الديمو هونيك نشوف شو حضرتي لنا من تصاميم لناخذ فكره كمان غير اللي عم نشوفهم بالصور. اوكي، تجاه هيدا المنشفه اللي حكيت عنها، اذا بتشوفي وزنها اوكي هي بتجي 200 جرام وبتنشف كثير بسرعه، القطن تبعها بيكون كثير ناعم، بنشفك وهي بتنشف، سو هيدا اللي بلشنا فيها. حلو، واكيد صرنا نكمل كماليات البحر، يعني مثل الدريس كرمال تلبسي فوق المايو. اوكي، يعني الشنطه جاهزه. هلا بعد ما جبنا الشنطه بس هي جاهزه، واكيد في كذا ديزاين، يعني هون قد ما في جربت جيب معي، بس انه بس المنشفه عم نحكي عن موديل واحد ولا لا؟ هو القياس ذاته. اوكي، بس هي هي يعني في كثير ديزاينز وكثير الوان اكيد. كولرز، اوكي. هيدا شو عندنا بعد؟ اكيد عندنا الكيدز كولكشن، في عندك البونشو يلي بيقدروا بيلبسوه بالبحر، وعندك كمان روب بينقوا يعني الفرق بين بالالوان. اوكي، والموديلات والوان هيك مهضومه و ايه انه فرحه للصيف. اوكي، شو بعد عندنا؟ اوكي، وهدول الصابون اللي كنا عم نحكي عنهم، اذا عندك يعني عزايم فيك تستعمليهم، عملنا شيبس يروحوا مع الصيف، مع غدوات اعراس، وريحتهم كمان حلوه. اكيد هلا يعني كل الزيوت اللي بنستعملها بالصابون طبيعيه، فما رح تكون كثير قويه، بس انه هي اكيد ريحتهم كثير حلوه. عن جد حلوه ريحتهم والوانهم كمان حلوين. ايه، ما هيدول هلا اللي عملناهم للصيفيه. اوكي، حبيت ال وهيدول هيدول الكستانات تبع البحر، كمان فيك تكتبي اسمك عليهم، فينا نعملهم بغير شيب، فيك تعملي الماتشنج. اوكي، وحجمها هيدا هو الصغير يعني اللي انتم اعتمدتوه. ايه هلا
البديكي يعني فينا نعدله، يعني نحن بنشتغلون فالبديكي فينا نعدله، والحلو انه فيك تعملي الكولكشن كلها باللون البديكي يعني وبتنشف بسرعه نفس كونسبت المنشف. مزبوط. طيب بتتغسل كل شيء؟ ايه كلهم بيتغسلوا. هلا اكيد القطن هيدا اورجانيك، فالقطن بتغسليه بمي مسقعه، ما بتغلي يعني، مش مثل المنشف العادي فيك تغليه. وشوفي مفضل انه ما ينهلى، في منها كثير الوان. مزبوط. اها والهاتس، في شيء معنا هاتس جبت في للاولاد، واكيد فيك تعمل يعني فيهم يعملوا الماتشنج الاولاد واهلهم. اوكي، وفينا ننقي ايفن اكسسوري هون كمان حد مثل ما كنا شايفين. مزبوط. بالصور. مزبوط. للبارنتس كمان بنقوا اي هات بدهم. حلو. طب معقول تعملوا هيك مثلا الشرشف خاص للمنزل للسيده، ولا لا ما راح تفوتي فيهم؟ هلا بعد ما فتنا فيهم، يعني اذا شفنا انه في كثير طلب معقول، بس لانه بتنفذوا هلا. ايه بس بعد هلا ما في هيك كولكشن، اذا شفنا انه الطلب كبير معقول نعمله. طب جيلدا قديش بتركزوا على اهميه الماتيريال اللي بتستعملوهم، المواد، الاقمشه، نوعيه القطن؟ ايه نحن يعني هو كونسبت البراند انه كله اورجانيك، كل شيء صابون دجاج قلت لي كله معمول على الايد، فبنستعمل زيوت طبيعيه فيها، وحتى هي كل الصابون بينعمل بيفوت على الفرن الاندستريال صابون، نحن بنعمله مسقع، يعني ثلاث اجماع بدها بتطول تتنعمل الصابونه، بس ساعتها هيك الفيتامينز تبعها والمنافع بيضلوا فيها، يعني اذا مثلا الصابونه بودره رز وحامض بتعطي اكلال الوجه، يعني في كل وحده بنستعمل زيت فيها له منفع، يعني عندك هلا اكثر صابونه ماشيه هي الديتوكس للسيلوليت وكل شيء سموم، نستعمل فيها طين. ما بدك تجيبي لنا شنطه البحر الخاصه فيها صابون للجسم؟ ما هلا اذا رعاتك تجربيهم ونقول كيف تطلع. طيب ثانك يو جيلدا، بنرجع على التيبل لنشوف كمان وين صارت شانون. معقول انت يعني شانون؟ لا ما بيصير، بنزعل. قد ايه بدها تركيز هيدا الشيء اللي عم بقول؟ قد ايه بدها وقت؟ بس حلوه كثير عن جد، حلو. عم نشوف من بعيد، يعني عم نشوف من بعيد الخطوط الابيض والاسود، يعني شانون ما وقفت رسم وكنت كثير مركزه. قوه وتركيز مش معقول. شو شانون ما بتتعبي؟ عادة اي رسمة قد ايه بتاخذ معك وقت؟ هيدي لتشوفوا قد ايه بدها وقت كل رسمة تركيز. كنت اوريدي بلشت فيها، كنت عم تقول لنا، وهلا عم تكملها بالحلقة. يعني هلا بهالوقت قدرت اعمل بناية ونص. هلو وين ما بتروح بتضلك ماخذة معك الورقة والقلم او الدفتر والقلم، يعني امراض ساعات. ايه وين ما رحت بيضلوا معي، بيضلوا دائما معي. شو هي مع الشنطة وملبكة بحالي؟ بس انه شو رأيك جيلدا باللي عم تسمه شانون؟ كثير حلو، بس ما بدي اكون محلها. كثير حلو بس ما بدي اكون محلها. اي عن جد انا بدي اكون محلها عن جد، مثل ما قلنا بدها صبر. ايه بدها كثير صبر. من هنيك على كل حال شانون على هالموهبة عن جد حلو فيها. ثانك يو سو ماتش. ما رح نفل هيك، رح ندوق كمان دلال كنج. اليوم شو حضرت لنا؟ شي سبيشل شوربة؟ لا لا لا، شوربه بلا. مزبوط الشوربه بلا. ايه يلا بتفضل على الدايننج تيبل جيلدا وشانون، رح نريحك شوي. ميرسي. مش جايين نتعبك هون. دلول وي ساشا صار جاهز الطبق، تفضلوا. وين بدك يا هدهد؟ هون ولا هون؟ ما انت مش ترتاحي؟ اوكي هون هون. اوكي يس. شو دلال لنرجع نعيد؟ نرجع من عيد دونوفو. تذكروا شانون وجيلدا ما كانوا معنا. اوكي تنقول انه اليوم عاملين وصفتين، الاولى هي شوربه الارضي شوكه، يلي هي شوربه كثير طيبه مثل ما سبق وحكينا عنها. اكيد وضعنا لها البصل، الكرات، ما بدنا ننسى مرقه او مرقه الخضره، مرقه الدجاج او مرقه اللحمه، رجعنا طحناها، ما بدنا ننسى الملح بهار الابيض بهار الاسود، وفينا نضيف لها شويه من الكريمه، فينا لا. واليوم اشتغلنا بالمعكرونه اللي هي وصفه كثير طيبه، بصل وثوم وبندوره، لوحناهم على نار، طحناهم، ضفنا لهم الكابر، الانشوا، الفليفله، ما بدنا ننسى الزيتون اللي فرمناه صغير، لوحنا كل الخليط سوا،
اكيد من بعد ما كنا سلقنا السباغيتي، وهون بدنا نقول يلي ما بحب السباغيتي في يستبدل بحيلا نوع من المعكرونه. وكثير طيب كمان الباذنجان يلي وضعناه بالفرن مع شويه زيت زيتون مشوي مع وضعناه على وجهه، والف صحتين. ميرسي. يعني شكله بشهي هالطبق وكثير كثير 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 صحي. ايه ثانك يو. شو بتحب يعني؟ بتحب الشوربه؟ بتحب الارديشوك؟ شو اللي عز؟ ايه شكلها كثير بتشهي شوي. وبدنا نقول شغله كمان ساشا، انه هيدي شوربه اذا اشتغلناها فينا نفرزها، ما بصير لها شيء ابدا يعني. فينا نضعها بالفريزر لمده اسبوعين ثلاثه او شهر، وقتها بنعوزها بنشيلها ونرجع بنسخنها. اكيد بتضلها مثل ما هي، بس اكيد ما بنكون وضعنا لها الكريمه. ثانك يو دلال، شكرا دائما على الوصفات اللي ثانك يو لكم والف صحتين. اهلا وسهلا فيك دلال. ثانك يو. شانون شو عم تحضر هلا؟ شيء جديد؟ في شيء لوحه عم تشتغل عليها؟ هلا عم بشتغل على كذا شغله مع رفقاتي، عم نعمل تاتويات للعالم، عم نرسم لهم على الحيط باوضتهم اذا بحبوا، نعمل لهم لوحات اذا في اي رسم ببالو لشخص يعني كمان بالبيت ممكن ترسمي. اللي بدهم اياه، وفي انه عامله بيج اون فيسبوك بفوتوا بشوفوا اذا على بالهم. ثانك يو شانون، اهلا وسهلا فيكم. موسوعه جلدا مثل ما شفنا التصاميم لهالموسم. في شيء جديد فكره ببالك بعد ما نفذتيها؟ هلا بدي اخلص الصيفيه. يعني الصيفيه الجديده لموسم الجاي. ايه لانه حضرنا يعني صرنا شهرين نشتغل كرمال الصيف، فبعتقد يس ورح تطور تتعمل اشياء اكثر مثلا، لانه حتى بنشوف انه فينا نستعمل شنط كمان بالصيفيه مع ال هو عندنا موجود، بس انه ما في قد ما قدرت جيب جبت. ثانك يو جيلدا، ثانك يو كل التوفيق. اهلا وسهلا فيكي. لهون نوصل لختام لقائنا يا هدول. اكيد حلقتنا للاسف خلصت، رغم انه انبسطنا كثير وبضيوفنا وفقراتنا الكثير متنوعه، وان شاء الله انتم مشاهدينا كمان تكونوا انبسطتوا. موعدنا غدا بنفس التوقيت، الى اللقاء.